هادف الكون.
الحياة والآخر عمري مع حتى الممات. أهلاوي 90 دقيقة بشجع الأهلي، شوف كم جيل كان ورا عشرين كذا شاهدينا وتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منورني ومشرفني في قناتكم قناه الاهلي واستادكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده بيشهد مباراه اعتقد ان كل حضراتكم مستنيينها، الاهلي في نصر حسين داي الجزائري في طريق البطوله. كنت بتكلم لسه مع كابتن سمير كمونه قبل ما نطلع على الهواء، قال لي من الخروج من البطوله للمنافسه على البطوله، ودي حقيقه. ارحب بضيوف الكرام في البدايه وبعدين كده اقول لكم يعني اخبار قبل ما ندخل في التفاصيل. منورين ومشرفين نجوم مصر ونادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، اهلا بيك. اهلا بيك، منور الدنيا. منور كابتن وليد صلاح الدين. ازيك يا ميدو؟ منور كابتن، الله يخليك. كابتن سمير، منور يا ميدو، ربنا يخليك. توفيق. منورين ومشرفين. يعني اقول لكم خبرين كده بسرعه جدا. مروان قوي للغائبين عن لقاء نصر حسين داي، خاض لاعبو الاهلي الغائبون عن مباراه نصر حسين داي الجزائري مرانا قويا صباح اليوم على استاد التتش بالجزيره. شارك في المران اللاعبين، اسمعوا بقى الاسماء اللي بره المباراه: حسين عاشور واحمد حسام عاشور واحمد فتحي وعبد الله السعيد وسعد الدين سمير ومؤمن زكريا، علي معلول، ميدو جابر، فوزي الحناوي، واحمد حمدي واحمد الشيخ. بينما غاب عن المران اللاعب وليد سليمان. اسماء يعني قوية جدا. أدى اللاعبون مرانا آخر عصر اليوم بصالة الجيم بالجزيرة تنفيذا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه لهم الجهاز الفني بعد عودتهم من الراحة السلبية. خبر تاني: غالي وربيعة وحمودي في التشكيل الأمثل للجولة الثانية. أعلن حساب الرسمي للبطولة العربية عبر موقع تويتر التشكيل المثالي للجولة الثانية بدور المجموعات بالبطولة العربية، وجاء ضمن التشكيل ثلاثي الأهلي حسام غالي ورامي ربيعة وأحمد حمودي نظرا لأدائهم المميز خلال مباريات الأهلي. وكان الحساب الرسمي للبطولة قد أعلن إحصائيات اللاعبين الأكثر مراوغة بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، وجاء لاعب الأهلي أحمد حمودي على رأس القائمة بسبع مراوغات، بينما جاء في المركز الثاني اللاعب محمد حيدر لاعب فريق العهد اللبناني بأربع مراوغات، وجاء في المركز الثالث ماجد النجران لاعب الفتح السعودي بثلاث مراوغات. كما أعلن الحساب الرسمي للبطولة تفوق رامي ربيعة مدافع الأهلي في التدخلات بنفس الجولة، بينما نجح في أربع تدخلات، وجاء إبراهيم الزواهرة لاعب فريق الفيصلي الأردني في المرتبة الثانية بثلاث تدخلات ناجحة، وفي المركز الثالث حسين الزين لاعب فريق العهد اللبناني. ده كان أخبار بسرعة جدا، ودي قدامكم طبعا لقطات حصرية لمغادرة اللاعبين لفندق الإقامة، متجهين إن شاء الله لأرض الملعب بالسيد السلام. وده فريق نصر حسين داي قدامكم، نصر حسين داي اللي عنده نفس دوافع النادي الاهلي لكن ما عندوش نفس دوافع البطل، ودي اللي هناقش فيها او ده سؤالي للكابتن ربيع ياسين. يعني كابتن، نفس الدوافع، نفس الفرص، اربع نقاط واربع نقاط، لكن تبقى حظوظ البطل ودوافعه اكبر بكثير من حظوظ اي فريق. الفوارق الفنيه كبيره، لو اتكلم على سير المباراه الفني في قدرات يملكها النادي الاهلي، هو الافضل، هو الاحسن، هو الاقدر، هو الخبرات. ثلاث نقاط وثلاث نقاط. النقاط ده شيء، والفوارق في الخبرات. فريق متاسس سنه 1940 تقريبا، فريق يملك بطولتين، بيقابل فريق بياخد متاسس 1907 ويملك 132 بطوله. تمام. في تاريخه. تمام. طبيعي جدا يملك القدرات، ولو ولو شفنا البطوله مول عامل التوفيق من فضل الله رجع للنادي الاهلي، فرصه كبيره جدا النهارده. وكمان التفاؤل الاكثر ان الاقي وجوه جديده النهارده اضافه للقائمه، يعني صالح ما شاء الله واضافته قويه جدا، اجاييه، متعب. فالنهارده الدوافع الفنيه واخد بالك، والاهداف اللي يسعى عليها لعيب النادي الاهلي لما بتجيلهم الفرصه بيحافظوا عليها. تمام. فماتش النهارده لازم الناس تتعب، لازم الناس تلتزم، لازم الناس تركز. عوده حسام البدري برضو النهارده مهمه جدا. كل الامور مستقره،
امور النادي الاهلي فنيا تخليك تطمئن. انا من وجهه نظري وقلت الكلام ده من فتره، مش معناها ان جت هزيمه، لا، اجهز فريق في البطوله هو فريق النادي الاهلي بالزبط. والفريق اللي ترشحه للبطوله هو النادي الاهلي، والفريق رقم واحد في البطوله هو النادي الاهلي، لانه يملك حراسه مرمى، يملك خط ظهر، يملك خط وسط ملعب، يملك خط هجوم، وعنده اكتر من لاعب، اذا كان في 7 8 10 بيريحهم اساسيين، فيملك فريق واثنين وثلاثة. فأعتقد لو قعدت اتكلمت على الجانب الفني كتير جدا، لكن البشاير واضحة وبين النهاردة. اللعيبة هتتعب، هتلتزم، هتركز، هتسعى، هتجتهد، هتحاول، وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويكسبوا نتيجة كويسة عشان نخش بعد كده على اللي قبل النهائي والنهائي إن شاء الله. كابتن يعني كابتن سمير، يعني الدقيقة 59 مفاجأة إن فريق الفيصلي خسران من الوحدة بهدف مقابل لا شيء. طبعا كره وارد ان يحصل فيها مفاجآت طبعا. احنا يعني هذا يعني بتواصل مع كلامك قبل ما نطلع هوا، انت قلت لي الاهلي كان في طريقه للخروج، دلوقتي بقى في طريقه للبطوله وفي المركز الثاني، ممكن يبقى مركز اول كمان. مظبوط، يعني زي ما قلنا الكره وارد فيها كل حاجه. النادي الاهلي طبعا تعثر اول مباراه قدام الفيصلي، فرقه كويسه، فرقه محترمه، انما احنا طبعا ما كناش موفقين في اول مباراه. كسبنا مباراه الوحده الامارات 2-0، كان الاداء احسن والاداء ارقى، وجبنا هدفين، واتكلمنا في نواحي فنيه كتير قوي، النادي الاهلي كان افضل. فدلوقتي انت عندك مشكله النهارده ان انت لازم تكسب ثلاث نقاط، يضيفوك على الثلاث نقاط يبقى سته. ممكن تخش لو الوحده كسب الفيصلي تخش انت اول مجموعه بالظبط. لو سير المباراه مشي كده او تعادل او الفيصلي كسب، النادي الاهلي يخش احسن ثواني باحسن ثواني من حيث النقاط، اللي هو بالظبط ست نقاط. بالظبط كده. فانا عايز اقول لك الكوره وارد فيها كل حاجه. طبعا بطوله فيها مفاجات، انما نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه او الادوار اللي بعد كده تبقى اقوى من كده، والنجوم يرجعوا، ان هي برضو البطوله ناقصها نجوم شويه. يعني في ممكن تكون فرقه الترجي بس هي الفول تيم، ان بعد الفرقه فيها عناصر شابه وعناصر صغيره بنقدر ان احنا نشوفهم ونتابعهم، ما عندهمش خبرات، انما طول عمر البطوله العربيه كل الفرق ده الوحده والفيصلي هدف الوحده. يعني احنا يعني كره عرضيه، يعني عايز اقول لك برضو اخطاء دفاعيه في البطوله دي تقدر تتكلم عليها، من اخطاء دفاعيه كتير قوي زي ما انت عايز من هنا لحد السنه الجايه. فانا عايز اقول لك الكوره وارد فيها كل حاجه، انما اتمنى الادوار اللي بعد كده نشوف بقيه النجوم اللي غايبه عن فرقها، عشان احنا كمشاهدين ومحللين نستمتع ونقدر ان احنا نحلل النواحي الفنيه اكتر من كده. حلو، يعني البطوله يا كابتن وليد ما كانتش راحه في اتجاه التشوق اللي هي فيه ده، يعني داخله في اتجاه حلو قوي، ان انت احنا متشوقين مستنيين، كل النتائج متلخبطه. الاهلي بعد ما كان في طريق الخروج الفرق كلها لعبت في مصلحه الاهلي. الاهلي يكفيه فوز باي هدف. احنا كنا بنحسب نقول يا رب يجيب كام هدف، وعمالين ازاي الماتش اللي فات كان عايزين نكسب في سكور، عشان كده دايما بنقول نستنى، يعني نصبر، مش عارفين الكره فيها ايه. بص يا كابتن ميدو، يعني سؤالي ليك كان في الكلام اللي هو دايما بنستعجل الاحكام في الاول. الاهلي كان لازم، والاهلي اهداف، والاهلي والدنيا تؤدي زي الفل الحمد لله. انا كنت هاخد منك نفس الكلام واقول يعني ماذا سيقول المعارضون لو الاهلي خد البطوله؟ ما هو ده السؤال. يعني هي انا فهمت سؤالك. الناس بتستعجل جدا في كل حاجه بالزبط. بتستعجل في الاحكام، بتستعجل في الرؤى، بتستعجل في اصدار نتائج واصدار احكام. يعني بص، اول مباراه انتوا دخلتوا ليه والنادي الاهلي ما كانش يدخل؟ دلوقتي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويكسب، حتى لو 1-0 فقط هيروح لقبل النهائي. خلاص. كسبت قبل بالزبط. النهائي هتلعب على البطوله وعلى ال 50 مليون بالزبط. والكلام الناس كله هيتغير. فاحنا دايما مش عايزين نطلق احكام متسرعه. والحمد لله احنا الاستوديو بتاعنا الحمد لله كان موفق بكرم ربنا، ان احنا حتى بعد هزيمه النادي الاهلي قلنا يا جماعه النادي الاهلي ليه اهداف كتير جدا من المشاركه في البطوله بالزبط. غير الاهداف السياسيه والاجتماعيه والسياحيه في اهداف فنيه. اهداف فنيه الجهاز الفني هياخدها بغض النظر عن وصلنا او ما وصلناش، خدنا البطوله او ما خدناهاش. ففي الاخر انت وقفت على اداء عمرو بركات، وقفت على رجوع حسين السيد، وقفت على رجوع باسم علي، وقفت على وجود وليد ازارو، وقفت على ميدو جابر، وقفت على كريم ندفد على مستواهم، اكرم توفيق خد، حسام غالي والسوليه جنب بعض، نجيب رجع
لحاله الاتزان هو ورامي ربيعه. كسبت مكسب كبير جدا بوجود محمد الشناوي اللي بيتالق مباراه عن مباراه. انت بتطمن ان حراسه مرمى النادي الاهلي بخير بالزبط. فكل دي مكاسب الناس ما كانتش شايفاها مع الهزيمه بالظبط. فيعني اتمنى ان شاء الله زي ما انت بتقول والكابتن كمون قال والكابتن ربيع اكد كل النتائج في صالح النادي الاهلي بدايه من امبارح من مباراه الزمالك كمان من نتيجه نادي الزمالك مرورا بكل النتائج كمان. فاتمنى ان شاء الله يعني لعيبه النادي الاهلي بقى النهارده تساعد نفسها انها تكون في قبل النهائي وبعد كده يبقى لكل حادث حديث لان من وجهه نظري يعني ان شاء الله بس بعد المباراه الكلام ده لما هنكسب هنخش في اسئله اللعيبه الاساسيه هترجع ولا لا وهتاخد ولا لا يعني ان شاء الله بس ربنا يكرمنا خطوه خطوه. انا معاك يعني يعني احنا كابتن ربيع واحنا في ماتش الفيصلي حضراتكم قلتوا الاهلي ياخد البطوله طبعا اعتقد حضرتك يعني اجتمعتوا ان الاهلي ياخد البطوله مع ان احنا كنا خسرانين والدنيا كانت مقلوبه واحنا عشان حضراتكم عارفين يعني ايه النادي الاهلي عارفين ايه هيكون في البطوله النادي الاهلي اه بالظبط. هو في حاجه اسمها توفيق عدم توفيق. عامل التوفيق ما كانش موجود في مباراه تمام انما بعد كده في مباراتين واخد بالك وفي مباراتين ان شاء الله قبل نهائي ونهائي. احنا بنتكلم على دوافع فنيه موجوده في تيم النادي الاهلي اجهز فريق في البطوله كلها حتى لو الاهلي كان خرج النادي الاهلي بالظبط. احنا بنتكلم بمعطيات فنيه كبيره جدا. حضرتك لو سمعت الاسماء اللي انا قلت النهارده مستبعد يعني اللي هي بتجهز بره المباراه خالص مستبعدين. بص يا ميدو زي ما حضرتك انا باكد على كلامك ان الاهلي فيه فرقه قويه لاول مره وليد من فتره كبيره جدا النادي الاهلي كل مركز ليه فيه ثلاثه وليد صح ولا لا؟ دي من فتره كبيره جدا ما حصلتش. النهارده لما تلاقي ثلاثه وليد جاهزين لما رايح النهارده الاربعه الخمسه السبعه التسعه العشره الاسئله اللي بيحرطوا طول الموسم والاقي البديل ما فيش النهارده ما فيش فرقه في جهزان النادي الاهلي صح. وتلاقي الجانب البدني النهارده امتياز، الجانب المهاري على اعلى مستوى صح. الجانب الخططي اللي بنشوفه بيكسب بيه النادي الاهلي موجود، الصفات الاراديه موجوده ما فيش نقص في اي حاجه، الاستقرار، الانسجام، التفاهم، الامور ماشيه على ما يرام. دايما بتفتح لي بكلامك واللي يحسب ايوه بس يعني انا اكمل دي يعني يحسب كمان لمجلس الاداره يا كابتن وللجهاز الفني ان بقى كل مركز نمره 2 ونمره 3 على نفس مستوى النمره هو ده سؤالي بقى كابتن. طب اه تمام تعمل مشكله بعد لا مش في النادي الاهلي لان اللاعب لاعب احنا لعيبه اهو ثلاث لعيبه لعبوا في النادي الاهلي انا بطرح لك فترات سابقه كلام الناس ما يعني ما ممكن ما بعد كده شايفين النجوم بتتالق كل واحد عمل قبل كده لا بالزبط. والدليل يا ولدي مفيش مشكله حصل واخد بالك هي حاجات بسيطه وده بنذكر. وده وارد تمام واخد بالك انما اللي انا عاوز اقوله ان الحاله الفنيه والحاله المزاجيه والانسجام والتفاهم وفي بقى نقاط برضو لها دور كبير جدا في يعني مثلا الهدوء اللي بداخل النادي الاهلي واخد بالك عدم الرغي الكتير اللي بداخل النادي السياسه الاداريه السياسه الاداريه برضو لها دور كبير جدا واخد بالك في الترابط الترابط اللي بيجي من الحب الحب اللي بيصنع بفضل الله تعالى التوفيق التوفيق اللي بفضل الله ثم به وثم بالجهد والعمل والاخلاص والمحاولات كله بقى ماشي في السكه السليمه حلوة. دي حقيقه حلوة. فالفنيات تقول النادي الاهلي هو اجهز فريق واخد بالك اجهز فريق على الرغم انه اتهزم في اول مباراه انما قدم عرض وقدم اداء بس ما كانش فيه توفيق حلو مفيش نادي ما فيهوش مشاكل مفيش فريق ما فيهوش مشاكل لكن المشاكل لما تبقى مشكله فرديه غير لما تكون مشاكل جماعيه وعلى طول النادي الاهلي بيمتاز عن كل الانديه الثانيه او كل الفرق الثانيه ان هو مستقر ممكن تحصل مشكلة اتنين لازم. في التمرين لازم. يحصل مشكلة في لازم. واحد عايز يلعب واحد مثلا يعترض على عدم وجود دي مشكلة فردية طبيعي. بسيطة طبيعي فدي نقطة مهمة طبيعي وعشان النادي الأهلي دايما أخطائه يا كابتن سمير كابتن ربيع كابتن وليد أخطائه دايما يا كابتن قليلة قوي عشان النادي الأهلي بحجمه وكنته كبير جدا فتلاقي الخطأ الصغير في النادي الأهلي ما بيصدقوا الناس صح. يشوفوه عشان يعملوه قنبله ويقول لك الدنيا يعني تعالى كابتن سمير اقول لك الاخبار تناولت المباراه ازاي اقول لك عناوين الاخبار ونعلق عليها مع الكابتن وليد والكابتن ربيع الاخبار جريده الاخبار قالت الليله الاهلي وحسين ضاي والفوز وحده لا يكفي هو خانهم اعتقد خانهم التعبير في الفوز وحده لا يكفي ما هو احنا يمكن ما شافوش ماتش الزمالك ما الزمالك هو اللي اتاح للنادي الاهلي الفرصه انه يخش تاني كل الفرق بصراحه يعني كل الفرق لعبت لصالح الاهلي والاهلي كمان هيلعب لصالحه النهارده بعد الفوز ده يعني انا بقول لك المانشيرت ده او
الكلام اللي كتب ده مش ماشي مع السيناريوهات. لا هو اعتقد ان هو لا خانهم التعبير، خانهم التعبير شويه، يكفي ويكفي بجداره. للنادي الاهلي النهارده لو فاز ان شاء الله مليون في المية هيخش يا اول مجموعة يا تاني مجموعة. تمام. على حسب سير المباراة او نتيجة المباراة اللي هي شغالة دلوقتي. فانا عايز اقول لك ممكن يكون زي ما انت بتقول خانهم التعبير، انما الواقع غير، وبتهيألي بعد نتيجة اللقاء الاهلي النهاردة هيبقى الموضوع مختلف. طيب الجمهورية بتقول البدري يعود لقيادة الشياطين الحمر ويجري تغييرات في التشكيل. قل لي انت كل واحد سؤال ولا لا؟ انا كله اسئله عناوين هاخد كل يعني كل اقول السؤال تاني. شفت اول ما افتكر السؤال خلاص بعيد بقى ما اسمعوش. كانت الجمهوريه بتقول ان الكابتن حسام بدري هيعود لقياده الاهلي وهيجري تغييرات في التشكيل. طبعا الوضع مع احترامي للكابتن احمد ايوب هيختلف شويه، ان الكابتن حسام كميته ماشيه مع الفريق من اول السنه، وشوفنا عمل حاجات كويسه جدا واحرز بطوله الدوري قبل ما تخلص بخمس اسابيع ست اسابيع، وده كان انجاز يعني الحقيقه بنحييه وبنحيي الجهاز الفني. انما النهارده عايز اقول لك اداره المباراه هتختلف شويه، ان النادي الاهلي محتاج المباراه ان هو يصعد لدور الثمانيه او الادوار اللي بعد كده. فانا شايف ان كابتن حسام وجوده على الدكه وتعليماته ومحاضرته هتفيد لعيبه النادي الاهلي من الناحيه الفنيه، من ناحيه الالتزام، كل حاجه بتخص كره القدم في النادي الاهلي طول ما كابتن حسام متواجد بيتهيألي هيبقى اضافه النهارده يعني. تمام. كابتن وليد الجمهوريه برضو بتقول الاهلي وحسين ضاي الفائز مولود والخاسر مفقود. ده حقيقي يعني ده منشط موفق، لكن المنشط اللي فات اظن ان كابتن حسام مش هيجري تغييرات. يعني اظن ان نفس الفريق اللي لعب المباراه اللي فاتت هو اللي هيلعب مباراه النهارده. يعني اظن ان نفس تشكيل الوحدة هو نفس تشكيل نصر حسين ضي من وجهة نظري. تمام. يعني لكن موفق المنشط ان فعلا اللي هيخسر هيطلع بره البطولة. تمام. الوفد بيقولوا برضو الاهلي متحفز لعبور عقبة حسين ضي في مواجهة الحسم. مليون في المية. انت يعني البطولة قربت بنسبة تتعدى دلوقتي احنا بنتكلم الفيصلي اتعادل بهدف. تمام. ماشي. على فكرة يعني انا عايز اقولك ان احنا احسن لنا ان احنا ناخد التاني. بس يعني الحسابات دي سيبها بعدين، لان الاول هيقابل الترجي. انا مش عايز اقابل الترجي دلوقتي، انا عايز اقابل حد من العهد او الفتح الرباطي وقابل الترجي في النهائي. يعني حسابات كده فنية، لكن في الاخر البطولة قربت من النادي الاهلي جدا. لان في الاخر هو مربع ذهبي. تمام. لو الاهلي احد الاربع فرق الاهلي ونتكلم لو فرص النادي الاهلي هتبقى كبيره. تمام. عايز تضيف حاجه على العنوان ده ولا نروح للكابتن ربيع؟ خلص. اوكي. كابتن ربيع الاهلي الوطن سبورت بيقول الاهلي في مواجهه مصيريه مع نصر حسين ضاي على بطاقه افضل الثواني. شايف فعلا هي مواجهه مصيريه؟ مفيش كلام. فرص حسين ضاي يا كابتن ممكن نلاقي منافس شرس؟ ما هو برضه عايز وارد. ليه امل؟ لا ليه امل، ليه امل وامل قوي كده. وشوف يوم المباراه شيء، وان انا اعترف على الورق ان النادي الاهلي فرص هو الاحسن، لكن يوم المباراه شيء ثاني خالص. عامل التوفيق مهم جدا، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت ما تعرفش بقى القدرات دي، ما ممكن يكون عندك قدرات فريق اكيد انه هيواجه النادي باسلوب بقى دفاعي، واخد بالك؟ هو يلعب على مرتدات، يلعب على جوانب بسيطه هجوميه، ما تعرفش. لكن ليه دوافع زي الاهلي وليه امل زي النادي الاهلي وفرقه لازم النادي الاهلي يحترمها طول ال 90 دقيقة. تمام تمام. المصري يوم بتقول مواجهات الاهلي امام الجزائريين تفوق مصري وقذائف حمراء والثواني الاخيرة كلمة السر. فعلا ده من الجيل السابع لحد الان الاهلي طول عمره يتفوق على الفرق الجزائرية على مستوى الاندية والمنتخبات، بنكسبها بفضل الله، مع انها فرق مش سهلة ابدا، فرق تملك القدرات والتخطيط والنظام والشغل الفني اللي على اعلى مستوى، لكن طول عمر النادي الاهلي متفوق فعلا بالنتائج وبالارقام. تمام. يعني علشان ندخل بقى في النواحي الفنيه هقول لكم بسرعه كده العناوين. الشروق بيقول الاهلي يبحث عن بطاقه تاهل امام نصر حسين ضاي في البطوله العربيه. الدستور بتقول الاهلي يلتقي مع نصر حسين ضاي وعينه على احسن ثاني في البطوله العربيه. فيتو الليله الاهلي يتحدى حسين ضاي لخطف تذكره التاهل بالبطوله العربيه. ويلا كوره بتقول الاهلي في اختبار جزائري صعب للاستمرار بين كبار البطوله العربية. هو الأهلي أكيد بطل، يعني هم اللي يستمروا معاه. في الجول الأهلي يخوض لقاء الفرصة الأخيرة. خلينا في السؤال ده. يعني طبعا هي مباراة النهاردة طبعا هنرجع لها تاني، مباراة مهمة جدا. انت لا قدر الله حصل حاجة
ممكن يحصل لك مشكله. تمام. لكن طبعا لعيبه النادي الاهلي عندها وعي على فكره وعندها خبرات وتقدر النهارده ان هي تخوض المباراه بخبراتها بهدوءها بان هي توصل للادوار اللي بعد كده، وعندنا المقاومات وعندنا القدرات بعض اللاعبين الخبرات اللي موجوده اللي تقدر تنفذ الكلام ده. تمام. يعني يا كابتن وليد خليني برضو في اللقاء الفرصه الاخيره ده ممكن يعني يحط اللعيبه تحت ضغط. طبعا انت بتلعب ثلاث مباريات اتغلبت منهم مباراه، فبالتالي انت تحت ضغط شيء طبيعي، وانت فعلا بتلعب على الفرصه الاخيره سواء احنا او نصر حسين ضاي، يعني الفرقتين عايزين يلحقوا رقم 6 علشان يدخلوا كاحسن تواني، فشيء طبيعي جدا. والنادي الاهلي هيبقى صعب ان هو يدخل في مجموعه او في مباريات مجمعه ويكسب مباراه ويخسر مباراه ويتعادل مباراه ويخسرها، فهتبقى صعبه جدا. فبالتالي ومش هندور على النتيجه بعد كده تبقى ايه، لان خلاص يعني هتبقى خلص. انت عندك الهلال لو كسب هيبقى 5 نقاط، عندك الفتح الرباطي والعهد هيلعبوا بعض بكره، لو تعادلوا هيبقوا هما الاثنين 5 نقاط، فانت هتبقى المساله صعبه. ففعلا فرصه الاخيره والنادي الاهلي عليه وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني، لان عايز اقول لك حاجه، في ناس في السي في بتاعها ما تحطش لقب البطوله العربيه، يعني بكل انجازات في لعيبه كبار زي مثلا حسام عاشور كابتن من كباتن النادي الاهلي، خد كل البطولات وشارك في كل البطولات، ناقص له لقب البطوله العربيه بالزبط. سواء مشاركه او انجاز بالزبط. وبعدين معلش الفلوس او الناحيه الماديه تتحكم في كره القدم بالزبط. انا النهارده لما يبقى جاي لي 50 مليون جنيه على ماتشين لا، اللعيبه لازم برضو انا شايف ان مجلس الاداره برضو ممكن من وجهه نظري او الجهاز الفني يعمل مكافئات استثنائيه للبطوله، بطوله مفيده جدا. الثاني هياخد 600,000 دولار، رقم بعيد جدا عن ال 2.5 مليون دولار، فالاول هو اللي هياخد التورته كلها. فبالتالي لا، تيم النادي الاهلي يقدر يقدر والنهارده يعني هي مربط الفرس. احنا كمونه وطبعا كابتن ربيع بس انا وكمونه لعبنا بطولات عربيه كتير، عارفين ان النهارده النادي الاهلي لو وصل صعب جدا يفرط بالظبط، خلاص هيبقى قبل نهائي ونهائي هتبقى المساله صعبه جدا ان النادي الاهلي يفرط في بطوله على ارضه، هتبقى يعني بصعوبه شديده بالظبط، خصوصا ان هي بطوله يعني فرص الاهلي فيها كبيره قوي يا كابتن ربيع، في مصر في وسط جمهورنا بالظبط في مصر، وعندك الحوافز وعندك الدوافع، وزي ما الكابتن وليد قال ممكن ان احنا نعمل مكافآت استثنائيه للعيبه عشان يعمل لها دفع، مع ان لعيبه النادي الاهلي بصراحه يعني مش محتاجه مكافآت، دي حقيقه بيحترموا جمهورهم وادارتهم ويحترموا ذاتهم ودايما عندهم طموح البطوله، مفيش بصرف النظر عمرنا ما شفنا ان اللعيب مثلا لاعب عشان مقابل او عشان، في تاريخ الاجيال كلها كلها اجيال محترمه، كلها اجيال عارفه قيمه الفريق، قيمه الجمهور، قيمه الاداره، قيمه حبهم، قيمه الكيان الكبير اللي بيمثلوه، فدي حقيقه بصرف النظر. واحنا متاكدين مفيش الاهلي ما بيخسرش على ارضه من فضل الله علينا، من فضل الله في وسط جمهور ان شاء الله، والاستاد بقى اليوم ده هيتملي ان شاء الله. تمام ان شاء الله باذن الله. حسام عاشور، احمد فتحي، عبد الله السعيد، وسعد سمير، ومؤمن زكريا، وعلي معلول، واحمد حمدي، واحمد الشيخ، ووليد سليمان، لو حضرتك مدير فني كنت ممكن تستعين باسماء من الاسماء دي ولا كنت هتكمل بالاسماء اللي مع حضرتك؟ لا ولا واحده، وانا عندي الحمد لله مجموعه جاهزه على اعلى مستوى على قدر كبير جدا، دي حقيقه. الاضافات لان كل واحد ليه حتته، ان انا بريح عشان حاجه معينه، عشان الموسم اللي جاي ان شاء الله، وفي بدلاء افضل يعني على مستوى عالي جدا جدا بنفس الكفاءه بس ما خدوش، وبداوا يكتسبوا الخبرات والانسجام والتفاهم والفنيات، الحمد لله يعملوا شغل جامد جدا، خلاص ما وقفهمش، لان برضو عندي حسابات للموسم الجديد وماشيين يعني بالمجموعه دي هنمشي برضو، ادي بقى المجموعه دي فتره الراحه الكافيه عشان يرجعوا، عشان الموسم اللي جاي فيه شغل كتير جدا، وفيه بطولات وفيه منتخبات وفيه حاجات كتيره جدا، فياخدوا بقى يعني كفايه يعني خد كفايتهم من الراحه يا بيل، عشان برضو ما نقدرش راحتهم ويرجعوا بقوه ويرجعوا باشتياق، واخد بالك، ويرجعوا بفنياتهم ان شاء الله تعالى. وبعدين انت تملك القدرات اللي تكسب فيها البطوله. تمام. يعني كلها لعيبه بصراحه على اعلى مستوى. تمام. كابتن سمير نفس سؤال كابتن ربيع برضه، ممكن كنت تستعين باسماء ولا مع كابتن ربيع؟ لا انا مع كابتن ربيع طبعا، راجل خبره ولعب يمكن اكتر او اعلى بطوله واكبر بطوله في العالم هي كاس العالم، فاكيد عنده خبرات في النقطه دي، وراجل مدرب منتخب مصر، فانا بحييه على سؤاله، يعني بزود حاجه برضو ان انا بقول اراحه اللاعبين طبعا ده مكسب كبير، احنا خدنا بطوله الدوري، انما البطوله العربيه دي ممكن تظهر نجوم، تظهر ناس قدمت مستوى فني وبدني على اعلى مستوى. الكابتن حسام البدري
يقدر يعتمد عليه في بطوله افريقيا زي ما اتكلمنا على صالح جمعه قبل كده وميدو جابر وحمودي. نفس المكاسب برضو تبقى من البطوله العربيه ان انت تعمل تيم تاني. تمام. يعني ده مكسب للنادي الاهلي ان هو عنده تيمك الترابيع اول وتاني. صحيح. مفيش فروقات فرديه كتيره يعني. صحيح. ممكن يبقى اتنين تلاته هم اللي بيصنعوا لك الفارق، انما انت دلوقتي بتتكلم في تيم قوي جدا. صحيح. اقوى الفرق اللي موجوده على المستوى الافريقي مش المستوى المحلي. صحيح. بس صحيح. فاحنا بنقول عمليه التدوير اللي عملها زين الدين زيدان في ريال مدريد يا كابتن وليد كلنا اتكلمنا عليها السنه دي. كانت عمليه ناجحه وكانت سبب او نجاح زين الدين زيدان في عمليه الروتيشن اللي هو عملها ما بين دوري وكاس وبطوله اوروبا. في الاخر مكسبه كان ايه؟ خد دوري وخد بطوله اوروبا تشامبيونز ليج. فده عمليه التدوير. الكابتن حسام نفس الشيء عملها في اراحه اللاعبين واتاحه الفرصه لبعض النجوم اللي ممكن تبقى المستقبل النادي الاهلي في فتره البطوله العربيه. تمام. برضو كابتن وليد برضو يعني في الناحيه بقى اشتغلت طبعا مدير كوره، كنت ممكن تنصح الجهاز الفني ان هو يعتمد على لاعبين ليهم خبرات ولا برضو في نفس اتجاه كابتن ربيع وكابتن سمير؟ لا في نفس الاتجاه برضو بتاع كابتن ربيع وكابتن سمير. حتى مع وصولك للادوار؟ لا هنا بقى يعني بص انا لغايه اللحظه اللي احنا فيها لغايه مباراه النهارده انا مش هستعين بحد. لكن هم المجموعه دي كلها خدت الاجازه خلاص خمس ست ايام ورجعوا وبيتمرنوا بقى لهم يومين وطالعين بالحمل دلوقتي بشكل كبير، بيتمرنوا حتى النهارده تقريبا في تمرين صبح وبعد الظهر وتمرين شاق، وبداوا يعني خلاص هم فاضل لهم يومين او ثلاثه وهيبقوا داخلين في فورمه المباريات. انا لو وصلت يعني تحديدا لو وصلت قبل نهائي ونهائي ممكن ادعم في الوقت ده. ليه؟ لان في الاخر هي هتتحسب بطوله للنادي الاهلي. يعني نقطه مهمه جدا ان النادي الاهلي معنويا، صح يا كابتن ربيع، معنويا هيزيد بشكل غير طبيعي لو كسبت البطوله العربيه. طبعا. ولو كسبتها بقى كمان على حساب الترجي. جميل. انت هتروح للترجي في تونس بقى في افريقيا. بالزبط. هيبقوا عاملين منك كده. بالزبط. يعني هيبقى ايه بقى انت فكره معنويه بحته. ان انا خدت الدوري ورحت واخد البطوله العربيه اللي الناس كلها كانت بتقول غلط ومش غلط، وبعد كده رحت داخل على كاس مصر وفي وسطهم بطوله افريقيا، هتدي معنويات عاليه جدا للعيبه، هتدي معنويات عاليه جدا للجهاز الفني والجماهير ومجلس الاداره. وفي نفس الوقت برضو تاني هقول ان هي بطوله بتضاف لرصيد النادي الاهلي مع الناحيه الماديه العاليه جدا. يا جماعه 50 مليون جنيه بيجيبوا لعيبه كتير جدا. انت بتتكلم في هشام محمد ب 8 مليون و9 مليون، يجيب لك خمسه لعيبه سوبر السوبر، يجيب لك خمسه سته سبعه لعيبه، 3 4 من اللي انت جبته. يبقى انت برضو الفلوس مهمه جدا لمكسب البطوله. يعني انا في الاخر هلعب قبل نهائي ونهائي. لا انا لو انا مكان الكابتن حسام وصلت، لا هاخد احمد فتحي وهجيب حسام عاشور وهبتدي ازود فرقتي بحيث ان انا اكسب الماتشين دول. ممكن بقى بما لا يخل ممكن يكون المراكز اللي هي يعني مثلا احنا في الديفندر الدنيا تايهه شويه، اكرم توفيق والسوليه وبعدين السوليه وغالي، وبعدين انا ممكن لا ادخل بقى حسام عاشور بما انه واحد اساسي في المكان ده ويلعب جنبه حد مثلا. في نفس الوقت في الحته اللي قدام عبد الله السعيد مهم جدا. دخول ان شاء الله صالح جمعه النهارده ان شاء الله يكون المباراه مكسب والكابتن يديله شويه بعد الاصابه نص ساعه ولا تلت ساعه. ممكن تفرق معاه في قبل النهائي والنهائي. تمام. فاقصد يعني ان احنا في لغايه حتى هذا التوقيت انا ما استعينش بحد زي ما الكابتن حسام والكابتن احمد ايوب عامل، لكن لو وصلت بعد كده اظن ان من وجهه نظري لازم علي معلول، لازم احمد فتحي، حسام عاشور، يعني عبد الله، اربع خمس اوراق يفرقوا معايا برضو في الملعب. تمام. يعني مؤيد للكلام؟ هو انا عاوز الدنيا تمشي بطرق مدروسه وبطرق علميه وبنظام. لان انا املك القدرات اللي تعوض لي الاسماء دي كلها. وبعدين في نفس الوقت انت هتلاقي خلي بالك مجموعه من الناس الاساسيه موجوده بقوه في ان شاء الله في القبل النهائي والنهائي. ما انت كده ازارو ده هتعتمد عليه موجود معاك، وعمرو جمال واخد بالك، انت هتلاقي متعب معاك، انت هتلاقي واخد بالك صالح جمعه معاك، الناس الفايقه اللي هي كانت ماشيه فتره خيره واساسيه. لكن في لعيبه خدت فترات راحات لازم امشي فتره تعداد مظبوط بيها. جانب يعني البدني مش مؤيد ان انت حتى لو طلعت ادوار نهائيه تستعين باللعيبه اللي هي في الراحه. تمام. وانا لو استعنت بالناس دي يبقى انا معلش معنويا ونفسيا ببعد ناس. ده السؤال اللي كنت هسأله لك بعد كده. هل الاستعانه بيهم يعني هيبعد الناس شويه بعد التألق اللي وصلوا له ده؟ يقول لك طب يعني ما تدونا الفرصه خلونا نكمل. غير الفرصه مع احترامي الشديد يعني البطوله نفسها
من فضل الله عليه احنا احسن فرق بحب الناس اللي موجوده دي. يعني البطوله العربيه دي برضو يعني اداء مستوى الفرق اللي فيها برضو انت اعلى، انت في فوارق كبيره جدا من وجهه نظري انا. التوفيق ده بتاع الله سبحانه وتعالى، واحترام المنافسين شيء مهم جدا. لكن انا بتكلم لما تدي النهارده مساحه لعمرو بركات ممكن يبقى مكسب كبير جدا. ما برضو البطوله دي من غير مكاسب ماديه في مكاسب بشريه، لاعبين بكسبهم بالاضافه. حمودي ده ما هو من الاساسيين فموجود معاه، صالح جمعه الاساسيين، اجاي من الاساسيين. لو انا قعدت الناس دي كلها ورجعت، لا خليهم ياخدوا وقتهم وراحتهم ويرجعوا بطرق منظمه علميه، وخليهم ياخدوا الاحمال المظبوطه، لان يعني الاهم ما في الموسم فتره الاعداد. طول ما بتعمل فتره اعداد قويه سليمه 100% طول الموسم بتبقى واقف وشايل نفسك 100%. تمام. يعني احنا قلنا قبل كده ان لقاء الفيصلي كان درس قاسي للنادي الاهلي في بدايه البطوله، واعتقد ان ده كان اول خطوه لمشوار النادي الاهلي او حصوله على هذه البطوله، والحمد لله كلامنا بيتحقق. النادي الاهلي استفاد من هذا الدرس القاسي جدا، الاهلي لم يخسر ابدا من الفيصلي الا هذه المره، ايضا الاهلي لم يخسر ابدا من نصر حسين ضاير الجزائري. هناقش مع ضيوف الكرام بعد الفاصل هل هناك دوافع معنويه، هل هناك درس تعلمناه من مباراه الفيصلي. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انتهت مباراه الفيصلي والوحده بفوز الفيصلي واحتلاله لصداره المجموعه برصيد 9 نقاط وعلامه كامله لفريق الفيصلي. فريق الفيصلي يعني اللي عمل مفاجات من اول بطوله بمكسب نادي الاهلي بيكمل مفاجاته وبيحتل المركز الاول في مجموعته، ولا خيار امام نادي الاهلي غير الفوز فقط. كنا قبل الفاصل بنتكلم ان الفيصلي ادى النادي الاهلي درس، اعتقد النادي الاهلي تعلم الدرس كثيرا في البطوله او في هذه البطوله. ايضا كمان نصر حسين ضاي التاريخ بيقول ان الاهلي ما خسرش منه ولا حتى تعادله، كان كل الفرص في مصلحه النادي الاهلي، لكن خلاص الفيصلي برده علمنا درس يا كابتن سمير ان احنا خلاص ما فيش حاجه اسمها تاريخ وحسابات، هي المواجهه دايما تكون في ارض الملعب. لا احنا بنتعلم من اخطائنا، ودي ميزه فينا في النادي الاهلي. لما اتكلمنا قبل كده النادي الاهلي ما بيخسرش ماتشين ورا بعض او بيتعادل ماتشين ورا بعض، فاكيد احنا استفدنا من الخساره من سلبياتنا ونضيف على ايجابياتنا حاجات كتير قوي. انما احنا برضو لازم نتكلم على فرقه الفيصلي ان هي فرقه كويسه، فرقه كويسه، فرقه متحمسه وفرقه منظمه. طبعا معاهم مدرب كويس جدا بيقدر يوظفهم صح، عندهم لعيبه متحمسه بيعرفوا يضغطوا على الخصم، بيعرفوا يجيبوا جول. يعني عايز اقول لك برضو حاجه في البطوله اللي هي السنه دي بطوله عربيه، يعني 90% من الاهداف اللي جت كلها كور عرضيه. يعني لو اتكلمنا من الجانب الايمن او الايسر بتلاقي كل الاجوان اللي جت تبقى كور عرضيه. شفت بالصدفه يعني جت كل الاهداف. انما عايز اقول لك فرقه الفيصلي لما كسبت النادي الاهلي برضو كسبت ان هي كانت بتلعب على المرتده وفي حظر دفاع شويه، وابتدت تلعب على النادي الاهلي كضغط من التلت الدفاع بتاع النادي الاهلي، واصفر عن هدف كان خطا دفاعي. انما بقيه المباراه النادي الاهلي كان مستحوذ، النادي الاهلي كان احسن وكان ليه الافضليه ان هو يكسب. كمان اضافه ان النادي الاهلي ضيع جون كتير، ضيع جون كتير عن طريق ميدو جابر ونيدفيد وطبعا اجايه. يمكن ناس كتير قوي ضيعت اهداف. انما اللحظه الفارقه انت ضيع الاهداف ده كان هو السبب الرئيسي في خساره النادي الاهلي. بالظبط السبب الرئيسي، النادي الاهلي خسر المباراه. انما النادي الاهلي كان افضل يعني حتى من النواحي البدنيه للعيبه اللي هي ما كانتش بتلعب بصفه مستمره. كابتن احمد ايوب اداها الفرصه ان هي تلعب مباراه زي كده، كانوا من النواحي البدنيه كانوا احسن شويه افضل من الفيصلي. انما طبعا ما فيش شك كلنا نستفيد من الدروس من اخطائنا الدفاعيه بالذات. بعد كده الماتش اللي بعده لعبنا الوحده، قدرنا ان احنا الشكل يبقى افضل، تنظيمنا في الملعب وانتشارنا
واللعب الجماعي اللي احنا معروفين عليه ومعودين عليه النادي الاهلي، بالتالي كان الشكل كان افضل شويه. تمام، خلينا نقول ان النواحي البدنيه كابتن وليد ممكن تلعب دور في هذا اللقاء. طبعا مليون في الميه. يعني انت الفريق اللي عنده لعيبه كتير اللي بيعمل روتيشن كتير اكيد في اخر البطوله هيبقى عدم الاجهاد دي نقطه كانت في صالحه، فبالتالي النادي الاهلي عنده بدائل كتير. احنا شفنا زي ما احنا كنا لسه بنقول ابتدينا بصبري وبعدين المباراه اللي فاتت حسين وبعدين اكرم لعب والسوليه لعب وحسام غالي لعب نفس الوضع، ميدو جابر لعب، عمرو بركات لعب في الجزء الامامي، لعب اجايه وبعدين ريح، لعب عمرو جمال وبعدين لعب وليد ازارو. يعني العدد الكبير جدا لما بيلعب وفي نفس الوقت بتجيب نتيجه ايجابيه فده لمصلحه الفريق. تمام. انا بقول لك يعني انا خوفي كله على نجيب ورامي ربيعه. نجيب ورامي ربيعه اولا ما لهمش بديل، قاعد على الدكه. كنا انا والكابتن سمير كمونة عمالين نفكر ان لو حصل لحد حاجه مين اللي هيلعب المكان ده؟ هل حسام غالي يرجع ولا الكابتن ممكن يوظف مثلا محمد هاني؟ هتلاقي احمد ولا فتحي على طول داخل في احمد فتحي ما هو مش موجود. موجود بنتكلم النهارده بعد كده الرجوت. لا احمد فتحي جاهز ممكن يجيبوه من البيت. لكن هي الفكره ان في لعيبه مجهده، لكن في لعيبه مجهده وليها بدائل. يعني باسم علي واخد الماتشين، لو خد النهارده كمان المباراه الثالثه في حمل كبير عليه. لكن حتى لو لا قدر الله حصل حاجه في محمد هاني. شفت كابتن وليد يعني برضو في الاداء عمال يقول محمد هاني هاني كابتن حسام كان بيلعبه. ما انا بقول لك يعني في المباريات الوديه كمساك في مراكز ليها بدائل وفي مراكز ملهاش. يعني النهارده لو جيت في نص الملعب السوليه مضغوط عليه بشكل غير طبيعي، كان بيلعب مع كابتن حسام في التيم الاساسي وفي نفس الوقت ما ريحش ونفس الوقت هو لعيب اساسي بس هو في البطوله العربيه. كبيره يا كابتن وليد يعني هو ما اجهدش في الدوري. لا الفتره كان الاخيره واخد فتره اصابه كبيره جدا. ايوه بس ده كان زمان. الفتره الاخيره كلها يعني بتتكلم في حوالي اخر شهرين. هات كل الريكورد بتاع المباريات او كل السكور شيت هتلاقي حسام عاشور والسوليه على مدار حوالي يعني السوليه انا متهيألي لو جبنا فريق الاعداد يجيب لنا هتلاقي ما لا يقل عن 10 مباريات ورا بعض. فدي برده ده عدد كبير من المباريات. لكن لو السوليه مجهد عندك غيره. امتى اللعيب يبقى فورمه مباريات كم عدد من المباريات وامتى يبقى يدخل في حيز الاجهاد برضو كم عدد مباريات؟ هي مش فكره، هي مش بالعدد خالص، مش بالعدد خالص. هي رقم واحد اولا بقدره اللاعب ده على الاستشفاء. دي نقطه غايه في الاهميه. ليه؟ لان احنا لما بنروح لاوروبا بتلاقي واحد زي ميسي بيلعب 40 50 مباراه في الموسم ويطلع من برشلونه يروح على المنتخب على الارجنتين ويخلص الارجنتين يروح طالع على مش عارف على بطولات. ده اللي انا بتكلم فيه. بص ثقافه اللعيب واحترافيته دي نقطه مهمه جدا. طبعا ميسي وكريستيانو كل النجوم الاجانب. احنا عندنا هنا مثلا واحد قدام حضراتكم اهي قدامك يا كابتن قطع الكرات يعني السوليه لاعب عدد التمريرات. احنا عايزين عدد اللاعب عايز لا عايز اخر عدد المباريات عايز اخر 10 مباريات السوليه لعب منهم قد ايه. اخر 10 مباريات للنادي الاهلي هتلاقي غالبا موجود بنسبه كبيره. احصائيه المباراه السابقه احصائيه الماتش اللي فات ارقامهم كويسه قوي سواء حسام غالي او حسام عاشور. انا تحديدا الديفندر اقيسه بقطع الكرات. ففكره بس الاجهاد ده بتختلف من لعيب للعيب بحسب شخصيته وحسب احترافيته. يعني حسام غالي لعيب عنده 36 سنة لكن بيعمل الاستشفاء كما يجب. حسام غالي تلاقيه الساعة 10 نايم. حسام غالي ما بياكلش أي حاجة مش مفيدة فماشي باحترافية. الاستشفاء مهم جدا. السن طبعا بيؤثر جدا. أما بيكون سن صغير طبعا الاستشفاء بتاعه بيبقى أسرع. فكرة كمان أنت فرقة إيه؟ لو انت فرقه بتلعب على البطولات ولا فرقه صغيره ولا فرقه ممكن تتعادل وخلاص بيحكمها حاجات كتير قوي. تمام. لكن في النادي الاهلي طبعا اللعيبه كلها علشان كده صعب جدا جدا انك تلاقي اصابات اجهاد. بتبقى قليله قوي. تمام يعني كابتن ربيع امير هشام معانا. طيب يلا امير هشام اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو. تحياتي ليك تحياتي لكابتن وليد كابتن ربيع كابتن سمير وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك يا امير. قول لنا ايه الجديد عندك؟ خليني اقول لك سريعا تشكيل النادي الاهلي. يلا. في حراسه المرمى محمد الشناوي. تمام. رباعي خط الدفاع محمد نجيب ورامي ربيعه. تمام. ناحيه الشمال حسين السيد، ناحيه اليمين باسم علي. تمام. امامهم اثنين اكرم توفيق وحسام غالي. تمام.
صالح جمعه، جونيور اجاي، احمد حمودي. صالح واجاي وحمودي. المهاجم الوحيد طبعا وليد ازارو. تمام. ده التشكيل الاساسي اللي هتبتدي بيه النادي الاهلي النهارده. دكه البدلاء متواجد كل احمد عادل. تمام. عماد متعب. تمام. عمرو جمال، كريم نسبت. تمام. محمد هاني. عمرو بركات، وقدام محارب. ده تشكيل النادي الاهلي للبدلاء النهارده كابتن ميدو. في المقابل لو عايز خليني اقول لك تشكيل فريق نصر حسين ضاي الجزائري. اه اتفضل. حراك شمس الدين رقم 7. ايوه. والوالدات محمد رقم 9. تمام. جسمي احمد رقم 10. ورثاني مهدي رقم 17. عدادي توفيق رقم 18. علاتي وليد رقم 20. تمام. والي بلال رقم 22. تمام. طياط عبد الغني رقم 23. العريبي حسين رقم 25. وسوف خير الدين رقم 30 وده حارس المرمى. هم ملخبطين التشكيل ومدون لك التشكيل متلخبط. ده سكور شيت. هو كده مش حاطين مراكز خالص. اه تمام. اسف محمد نوفل رقم 39. تمام. حتى اعتقد كمان الارقام تمام. ده التشكيل الرسمي والاساسي لفريق نصر حسين ضاي الجزائري. في المقابل في حراسه المرمى في المقابل طبعا دكه البدلاء بوكيل الياس رقم 5. العريفي حسين رقم 6. ابراهيمي بالقاسم رقم 13. مرباح طابا رقم 16. عريجي وليد رقم 26. وحيدة زكريا رقم 27. وهارون علي رقم 53. تمام. كل الفريقين يا كابتن ميدو لسه نازل منذ لحظات واللي هيبتدوا بيه المباراه المهمه دي طبعا فريق الاهلي فريق نصر حسين ضاي. لو في اي استفسار اتفضل يا كابتن. لا انت لو عندك اي جديد يا امير اتفضل قول. يعني حصل الدنيا ماشيه كويس قبل تحرك الاتوبيس على طول ملعب المباراه كان في محاضره من كابتن حسام البدري طبعا. النهارده ما كانش محاضره واحده، النهارده كان في محاضرتين. تمام. المحاضره كانت قبل ميعاد الغداء والمحاضره كانت قبل طبعا تحرك الاتوبيس لملعب المباراه. كابتن حسام البدري طبعا ركز مع اللاعبين اهميه الفوز النهارده. النادي الاهلي خلاص ما بقاش عليه ضغوط ان هو يحرز اكثر من هدف. النادي الاهلي لو احرز هدف واحد يصعد دايركت طبعا بدور نصف نهائي في دوري ابطال العرب. اما الجميع الثانيه ما حدش هيوصل للنقطه رقم 6 اللي ممكن ان شاء الله النادي الاهلي يوصلها النهارده لو فاز على فريق نصر حسين ضاي. كابتن حسام البدري اكد طبعا المباريات دي بتبقى صعبه، واكد ان فريق نصر حسين ضاي ايضا عنده نفس الاهداف والدوافع للفوز بالمباراه، لان في المقابل برضه عنده 3 نقاط لو فاز هيصعد مباشره للدور المقبل. لكن كابتن حسام البدري اكد على بين ضروره التركيز بس المباراه وضروره حسم المباراه بشكل مبكر نسبيا، نحاول نحرز هدف مبكر عشان نلعب بقيه المباراه باريحيه ما يكونش عليها ضغوط اكثر خلال هذه المباراه. واكيد نتمنى كابتن ميدو كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بيقدر يفوز براس النهارده ويصعد للدور المقبل ان شاء الله. اكيد يا امير. كنا لسه بنتكلم على اراحه عمرو السوليه لانه واخد ضغط مباريات كثيره. طبعا عمرو السوليه يمكن خلال الفترات السابقه كان لاعب اساسي في وسط النادي الاهلي، بالتالي هو كابتن حسام بيحاول يعمل عمليه الروتيشن عشان يحاول يريح اكبر قدر ممكن من لاعبي النادي الاهلي قبل المعترك المقبل سواء كاس مصر او دوري ابطال افريقيا، وهم الاهداف المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بجانب البطوله العربيه اللي اصبحت مهمه اكيد بالنسبه للنادي الاهلي. لكن عمرو السوليه كان ضروري جدا ان هو ياخد راحه، وده اللي عمله كابتن حسام البدري خصوصا انه بيشارك في عدد دقائق كثيره جدا خلال المباريات السابقه. في المقابل النادي الاهلي عنده بعض اللاعبين المميزين في خط الوسط خصوصا مع تالق حسام غالي خلال الفتره السابقه، اكرم توفيق ايضا اول مباراه اداها بشكل جيد، ده اللي دفع كابتن حسام البدري يريح النهارده عمرو السوليه. لكن عمرو كويس مفيش حاجه فيه. لا عمرو ما فيهوش اي حاجه سليم. ما اشتكاش قبل القايمه، ما حصلش حاجه خالص. نعم يا كابتن. ما يعني ما اشتكاش من حاجه قبل اعلان القايمه، يعني ما فيش اي مشكله. لا ما كانش فيه اي مشكله، هو كان متواجد حتى في المحاضره وما كانش فيه اي حاجه خالص، هو بس موضوع الراحه بالنسبه لعمرو السوليه حتى لو عنده اجهاد بسيط او حاجه ده طبيعي خلال بسبب توالي مباريات وتركيزه بشكل اساسي خلال الفتره السابقه في مختلف البطولات. تمام يا امير. هقول بس اراجع معاك الاحتياطي تاني، احمد عادل وعماد متعب وعمرو جمال وكريم ندفد ومحمد هاني وعمرو بركات واسلام محارب. بالظبط كده، ده الاحتياطي بالنسبه لفريق الاهلي. تمام. امير هشام يعني شكرا جدا، لو في اي جديد يعني اتفضل ادخل معانا على طول. شكرا جدا لامير هشام. كابتن ربيع يعني تشكيل جه هو كان نفسي تسمع دايما من التشكيل قبل ما يقوله حسام البدري.
معلش لان يعني هتلاقي ان احنا متفقين كلنا واخد بالك زي ما قال لي كابتن ريم كابتن سمير وقلنا كنت متوقع خروج انا قلت لك خلي بالك لا قلت لك قبل انا متفائل وفي كمان اضافات جديده النهارده تخلينا ممكن نراجع احنا امبارح قلنا تشكيل بس على اساس ان نفس المجموعه مفيش اضافات لما لقينا صالح جمعه موجود النهارده جاي يبقى في كلام تاني ده طبيعي جدا لان جاي جاهز وبيلعب وده لازم نستفيد منه يبقى موجود ما ينفعش يقعد احتياط خد بالك هو نظر لظروف مرض ابنه خرج الماتش اللي فات بالظبط صالح عودته يعني برضو كلنا اجمعنا ان يبقى موجود حتى لو هو مش هيبتدي يبقى بديل هينزل لكن هو شايف ان يبتدي بيه عشان احنا عاوزين مكسب عاوزين اهداف عاوزين نملك نمتلك عاوزين ناخد بالك نحافظ شويه حاجات كتير عاوزين كوره وعاوزين واخد بالك يعني النهارده نسبه الاستحواذ هتبين انت عاوز ايه اللي عاوزه المباراه واخد بالك ونسبه التهديف واخد بالك ونسبه الشغل الفني هيبان النهارده خلال المباراه انت بتفكر في ده فحسام البدري بيفكر النهارده من اول دقيقه انا عاوز ان شاء الله سيناريو المباراه يبقى 1 2 3 4 واضح واخد بالك فمتفقين هو حمودي موجود واخد بالك هو الاضافه لوسط الملعب صالح واجاي وازاره زي ما هو اكرم توفيق وانا برضو قلت هنا ان اكرم توفيق كان لازم ياخد الماتش اللي فات لانه هو لما خرج كان كويس يعني الماتش الاولاني كان كويس كان كويس كان يعني بس هو طبعا وجهه نظر المدير الفني بالظبط انما هو عمل اللي عليه اشتغل جري كتير نفذ حاول تحسه ان اللعيب برضو ايه بيخبط كتير وبيحاول وعاوز يثبت وجوده ونفذ التعليمات فبرضه كان لازم ياخد من وجهه نظري انا خد بالك لكن هي وجهات نظر فهو النهارده بدا بيه برضه ده كويس جدا هو احنا قلنا ان هذه البطوله بنربح منها حاجات كتير قوي تمام منها النهارده ان انا اكرم توفيق يبقى اضافه كبيره جدا عندي المشكله لان برضه انا محتاج الاضافه فبكسب لعيبه كانت بعيد واخد بالك وبرجع لعيبه وبعمل عمليه التدوير برضه بحكمه وبحنكه وبخبرات وبشغل فني على اعلى مستوى الفنيات مطلوبه التوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى لكن انا احب احترم المدير الفني اللي يفكر اللي دايما يجتهد اللي يحاول اللي يتعب قوي عشان يوصل لتشكيل مباراة مش بسهولة أتعب مش بسهولة لأن الـ 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 القدرات اللي معايا وعدد اللعيبة اللي معايا في النادي الأهلي تقول إن المدير الفني لازم يتعب يا وليد يا سمير لازم يتعب جدا عشان يوصل لـ 11 لازم هو ده الصح لأن معاه لعيبة ما شاء الله كتيرة جدا الجانب الفني مهم جدا والجانب العدلي مهم جدا لأن أعدل عشان كل الأمور تبقى تمام ومين اللي رايحهم ومين اللي هبدله فالقصه كبيره جدا فان شاء الله تشكيل موفق وربنا يكرمنا بيه بمشيئه الله ان شاء الله يا كابتن ربيع يعني كابتن سمير برضو يعني كنت انا هسال الكابتن ربيع سؤال عوده الكابتن حسام البدري هيبقى ليها اهميه هيبقى ليها تغيير في التشكيل لكن هو التشكيل راح للكابتن ربيع خلاص شايف ان عمرو السوليه يعني الكابتن حسام البدري جاي شايف وجهه نظر معينه الكابتن وليد يعني لو كان الكابتن حسام بيسمعنا يعني قال لك لازم نريحه وكابتن حسام فعلا ريحه وكابتن ربيع قال برضه كان لازم يريح لكن هل كان خروجه متوقع؟ متوقع جدا طبعا كل اللي بيتقال في الاستوديو عايز اقول لك ما شاء الله يعني من الكابتن ربيع والكابتن وليد حتى لما انت بتبقى موجود معانا ميدو والكابتن محمد فاروق الكلام بيطلع متشابه جدا للاسئله والواقع يعني دي ميزه الحمد لله في الاستوديو يعني حاجه يعني اللهم لا حاسب مش عايزين نحسدكم يعني بس فطبعا وجود الكابتن حسام رقم واحد افاده للفريق قدام حضراتكم اهو يعني معروض على الشاشه بالاماكن بالبوزيشن كلها يعني اتفضل كابتن حسام مفيش شك وجوده طبعا مكسب كبير ان هو راجل مدير فني زي ما اتكلمنا من شويه ان هو استاذنك اقول التشكيل تاني وعشان هو معروض على الشاشه قدامنا الشناوي طبعا في حراسه المرمى قدامه اثنين مساكين نجيب وربيعه على شمالهم حسين السيد وعلى يمينهم باسم علي اثنين ديفندرات اكرم توفيق والنجم حسام غالي قدامهم النجم صالح جمعه وعلى شماله اجاي وعلى يمينه حمودي وراس حربه وحيد وليد ازهر الاحتياطي النادي الاهلي تاني احمد عادل عبد المنعم عماد متعب عمرو جمال كريم ندفد ومحمد هاني وعمرو بركات واسلام محارب اتفضل يا كابتن سامي لو بصينا على التشكيل طبعا كابتن ربيع اتكلم عليه التشكيل المفضل من ناحيه الهجوميه للكابتن حسام البدري طبعا. بيعتمد التملي على اجاي وصالح وحمودي معظم الماتشات اللي فاتت طبعا بالاضافه طبعا لعبد الله السعيد ومؤمن وليد بيبقى فيه تغييرات بسيطه وتعديلات نفس الشيء في نص الملعب اكرم غالي بيخش غالي مع حسام عاشور او السوليه السؤال بتاع السوليه طبعا كان لازم يريح
ان هو لعب عدد ماتشات كتير. لو جبنا الاحصائيه يمكن الكابتن وليد طلبها ان هو عدد المباريات في الفتره اللي فاتت. حسام ريحه من نفسه ولا السوليه اشتكى شويه من الاجهاد؟ احنا ما نعرفش الاحداث ايه، يعني انما انا بقول لك تفتكر انت إيه الطبيعي ان هو بيريحه عشان هيستفيد منه بعد كده، للنقطه اللي احنا اتكلمنا فيها. لو انت لعبت الترجي بعد كده فرقه تقيله عندها نص ملعب قوي جدا، تقدر ان انت تعتمد عليه كثالث وسط ملعب. انت كده مكسب الفيصل النهارده، بعدنا عن الترجي خلاص. يعني احنا بنتكلم طبعا ان شاء الله يعني نقابل الترجي في النهائي، انما السوليه مكسب خط وسط النادي الاهلي. فالكابتن حسام ممكن يكون ليه فكر ان هو بيبص مش للفتره دي ان البطوله العربيه ماتش واثنين وثلاثه، لا انا بريح بعض اللعيبه اللي انا اقدر اعتمد عليها في البطوله الافريقيه قدام الترجي، فرقه تقيله زي ما انا قلت لك من شويه. السوليه ممكن يلعب ديفندر ثالث جنب حسام غالي وحسام عاشور، يبقى ثلاثه لقوه الفريق التونسي اللي هو الترجي، وعنده وسط ملعب عايز اقول لك فيهم اثنين منتخب تونس. خلينا نمشي واحده واحده. يعني انا بقول لك بعد كده يعني خلينا نمشي واحده واحده. طبعا هي طبعا فكره كويسه ان هو يريح. انا كمان اضيف لعيب هنا مجهد، وطبعا لعب ماتشات كتير جدا وكان اضافه للنادي الاهلي من نواحي الهجوميه والدفاعيه، لعب في اكتر من مركز اللي هو اجاي من اللعيبه المميزه السنه دي، وقدر ان هو يجيب اكتر من هدف، وبيلعب اكتر من مركز، بيلعب تحت الفراوده بتحتاجه مع الاطراف، بيلعب فيرود صريح، فمن اللعيبه برضو اللي هي ممكن تريح عشان تقدر تعتمد عليه الفتره اللي جايه. تمام، يعني يا كابتن وليد احنا هنطلع فاصل، ادي لك السؤال قبل الفاصل عشان تدينا بقى اجابه ممتعه. عندك صالح جمعه، وعندك على يمينه حمودي، وعلى شماله اجاييه ووليد ازارو. هتشوف المثلث ده ازاي، شكله مرعب ولا هتشوفه من وجهه نظر ازاي؟ نطلع فاصل، في الفاصل ده نشوف تقرير عن جاسم احمد كابتن فريق نصر حسين باي. فاصل في رابع التقرير، استنى. اول حاجه نرحبوا بكم، نظن نشكر اخواننا المصريين على هذا الدوره وعلى الاستقبال الحار. نظن قد ما راح نشكروهم قليل عليهم، بس نظن الدوره هذه راهي تمشي على نقول لك على حرمين الجمر. نظن الدوره لا باس بها، نظن الفرق اللي موجودين فرق لا باس بها. ان شاء الله الدوره هذه يقول لك تلم شمل جميع العرب، ولما لا كل سنه تكون هذه الدوره موجوده باش يتلاقوا اخواننا العرب. احنا كلاعبين نشكروا اخواننا المصريين ونتمنوا لهم التوفيق في المنافسه هذه ان شاء الله. كابتن جسمي، في نادي حسين صنداي بدا الدوره بقوه، فوز وبعد كده هزيمه، شايف المباراتين مشوا ازاي؟ نظن كما على بالكم فريق نصر حسين داي ما دارش استعداد للدوره هذه كما ينبغي. كان عندنا وقت جد وجيز باش نحضروا لهذه الدوره، كنا على بالنا راح نلقاو منافسين اقوياء. كما شفت المقابله هذه كانت شويه عزيمه عند الفريق واراده كبيره، الحمد لله فزنا في المقابله الاولى. نظن المقابله الثانيه نظن الحظ خاننا وما كانش معنا الحظ، وين عدة فرص ما قدرناش نجسدوهم لأهداف. هذه هي كرة القدم، واحد فائز واحد منهزم. عندنا مقابلة اليوم جد صعبة، ترى الأهلي فريق اسمه يتكلم عليه، تاريخه، ونظن لاعبين في المستوى. على بالنا بلي مقابلة ما تطلبش القسمة على اثنين، على بالنا بلي مقابلة حتكون جد صعبة. نظن هذه المقابلة حتكون فاصلة بين الفريقين. احنا رايحين نلعبوا المقابلة هذه الند للند مع الأهلي، راح ما تكونش راهي ما راحش نسهلوا لهم المهمه، باسكو نظن احنا كلاعبين وكطاقم فني اداري نظن حابين نروحوا للمربع الذهبي. ان شاء الله التوفيق من عند الله، وان شاء الله تكون الكره العربيه هي الفائز الاكبر ان شاء الله. اخر كلامنا بنرحب بيكم وبنقول لكم مصر بلدكم الثانيه ومشرفين مصر. احنا مش غرباء هنا في مصر، احنا في بلدنا الثاني، وان شاء الله تدوم المحبه هذه ونقعدوا دائما اخوان.
يعني نظن باللي البطوله راهي تقام في ظروف عاديه، وخاصه في مرس وين لقينا كل الترحاب كل في داخل النزل او خارج النزل حتى في ملاعب التدريب. نظن باللي ظروف جميله جدا، وحتى يعني البطوله رايحه تكون احسن في المباريات القادمه ان شاء الله، وين يكون تنافس اكثر، وخاصه الفرق اللي عندها طموح تروح للمربع الذهبي. كابتن، احنا في اول مباراه شفنا في اداء قوي جدا من فريق حسين صنداي الجزائري، فزتوا على الوحده 2، مباراه ثانيه هزيمه من الفيصلي، شايف المجموعه ماشيه ازاي؟ والله المجموعه عندنا اصعب مجموعه كانت مجموعه الاهلي الوحده الفيصلي ونصر حسين داي الجزائري، وكنت صرحت من قبل باللي الاحسن الثاني راح يخرج من هذه المجموعه، والحمد لله نظن باللي 90 دقيقه فاصله بين الاهلي ونصر حسين داي، والفائز هو اللي راح يروح يعني اللي يتاهل النصف النهائي. هذا ما يمثل ان المجموعه كانت صعبه جدا ومستوى متقارب وفيها فرق قويه، خاصه عندما الاهلي نظن دائما يبقى فوق ارضيه ميدان وامام جمهوره، فريق عالمي فريق يلعب على الالقاب دائما مهما يعني بالفريق الثاني، لان حسب رايي ان الفريق الثاني اقوى بكثير من الفريق الاول، وفيها شبان عندهم طموح اللي حابين يربحوا مكانه في الفريق الاول. نظن على العموم المجموعة كانت متقاربة ومستوى بداي مستوى في منحنى تصاعدي من مباراة إلى أخرى. آخر سؤال لحضرتك، شايف البطولة السنة دي على أرض مصر فيها قوة فيها أداء فيها لا والله يعني المباريات الأولى لم تكن فيها قوة لم تكن فيها يعني أداء ما عدا مباراة أو اثنين، ولكن حمى المنافسة بدات يعني خاصة من بعد المباراة الثانية، وفي المباراة الثالثة راح تكون أقوى، ونتنبأ باللي يعني في النصف النهائي والنهائي راح تكون البطولة يعني قوية جدا، لأن أحسن الفرق راح تكون تلعب دور النصف النهائي والنهائي. بنشكر حضرتك وأهلا بك في مصر وإن شاء الله أكون مبسوط. شكرا ومرحبا بكم في الجزائر، ودائما بلدكم الثاني الجزائر، ومرحبا في اي وقت ان شاء الله رانا في الخدمه، وان شاء الله تبقى مصر والشعب المصري والشعب الجزائري ومصر يعني يبقوا دائما اخوه، ولان مصير واحد يربطنا، وان شاء الله تكون هناك يعني تبادلات بين البلدين وحتى الفريقين في المستقبل يعني في مصر ولا في الجزائر. وان شاء الله نتمنى النجاح للفريق الاهلي، انه فريق عالمي وفريق اللي يستاهل يعني كل خير، وفريق اللي راوي يعني محترف باتم معنى الكلمه، وفريق اللي شرف العرب في افريقيا وحتى يعني في كاس العالم للانديه، يعني عندما كان كل مره يشارك كان دائما تكون مشاركه طيبه. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني شفنا كلام في منتهى الاحترام بصراحه، وهي دي او الهدف الاسمى من البطوله العربيه. اهلا بيك في بلدك الثاني، واهلا بيك في بلدك الاول، وان شاء الله نفضل كده يعني في هذه الروح يعني على طول، مش بطوله بس ويعني والدنيا تبعد الثاني، ان شاء الله نفضل في هذه الروح. كل الشعوب العربيه ان شاء الله تفضل في هذه الروح الجميله والمسيطره على اجواء هذه البطوله العربيه. كابتن نبيل نغيز المدير الفني الجزائري لهذا الفريق قال ان الفريق النادي الاهلي ما تعرفش الفريق الثاني بتاعه من الفريق الاول بتاعه، المباراه تبقى قويه جدا، احنا هنا طموح زي النادي الاهلي، وكلام بصراحه يعني حقه جدا. كمان كابتن وليد لو تحب تعلق قبل ما نروح للسؤال بتاعي اللي هو المثلث او الرعب. لا بنشكره بس بنشكره على الكلام، محترم من مدير فني محترم وبيدي النادي الاهلي حقه، وفي نفس الوقت بيبقي حظوظه وحظوظ فرقته ان هو ياخد تاني المجموعه، وده حق اصيل طبعا. اكيد اكيد. يعني كان سؤالي ليك قبل الفصل يا كابتن وليد، الثلاثي او المثلث حمودي وصالح جمعه وعلى يمينهم او على شمالهم اجاييه ووليد ازارو كراس حربه، شايف المثلث ده ازاي؟ بص كابتن حسام تقل الفرقه بلغه الكوره، يعني واضح ان هو بدا يبقى كمان عينه على البطوله. يعني النهارده شال كريم ندفد وشال عمرو بركات، واثنين بعاد، اذا كان عمرو بركات بعيد طبعا عن المشاركات، وفي نفس الوقت كريم ندفد بيأدي وبيأدي يعني بشكل كويس، لكن في الاخر مش نفس الدور اللي بيأديه عبد الله او صالح جمعه. تمام. عبد الله السعيد وصالح جمعه هما الافضل في مصر في المكان ده. اكيد. فهو عايز يتقل الفرقه. بالظبط. زائد التغييره الثالثه
اكرم توفيق على حساب عمرو السوليه، واحنا قلناها يعني احنا اتفقنا حتى من قبل ما نعرف. ممكن الناس تقول لك دول عارفين التشكيل، لكن احنا ما والله ما نعرف التشكيل قبل ما يتقال يعني. لكن فعلا عمرو السوليه واحد من المجهدين واللي لاعب مباريات كتير جدا، عايز الكابتن حسام يحافظ عليه علشان المباراه اللي بعد كده. فبالتالي ادى اكرم توفيق، هم دول الثلاث تغييرات اللي في الفرقه. حمودي خلاص بيلعب في المكان ده. خد بالك الاربعه دول مهمين جدا، اذا قلنا ان حمودي واخد مكان وليد سليمان، صالح واخد مكان عبد الله، وليد ازارو واخد مكان عمرو جمال. دول الرباعي اللي بيخش النهارده بشكل مهم جدا. اجاي حافظ المكان ده كويس قوي، بيلعب كهاف ليفت، وبيدخل كراس حربه تاني ورا وليد ازارو. احمد حمودي وباسم علي بداوا يحفظوا بعض، بداوا يعملوا جبهه قويه جدا. حسين السيد وجونيور اجاي لعبوا مع بعض، ما لعبوش كتير لكن لعبوا مع بعض المكان ده بشكل بيعملوه بشكل كويس قوي. صالح جمعه يبقى النهارده، يعني انا شخصيا هي مفاجاه بالنسبه لي، يعني انا كنت متوقع ان صالح يعني انت عارف دايما اللعيب لما بيرجع من اصابه بيبقى فيه قلق شويه انه ياخد من الاول، لكن طالما اكيد الكابتن واقف على حالته كويس قوي، اكيد الدكتور ادى صالح الضوء الاخضر ان هو يلعب ال 90 دقيقه. فاتمنى كمان لصالح، صالح مهم جدا وجوده في تيم النادي الاهلي، يعني المكان ده تحديدا اللي هو رقم 10، احنا بنقول في ظل غياب عبد الله السعيد وصالح بيبقى فيه مشاكل كتير، وفي ظل تالق صالح اعتقد انه مستوى عبد الله السعيد كمان بالظبط ده يعني هيرتفع شويه. لا ده مش عبد الله بس، ده في لعيب في الملعب هيفرق معاه قوي 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 لو صالح فايق. اكيد الاسترايكر وليد ازارو. بالظبط وليد ازارو واحد من النهارده ثالث او رابع مباراه، الجهاز الفني عايزه يهدف، عايز يقدمه بشكل كويس، عايز الولد نفسه يثق في نفسه. بالظبط لعيب صغير في السن، عنده كوره، جريء على الجون، العاب هوا هايل، سرعات، انقضاض، التحام، عايز حد بس يحط له بقى انفرادات. وصالح وصالح ده طبعا بص ليه على المهاجم على طول. فلو يعني لو صالح جمعه على الجول، لو صالح جمعه داخل بمستواه اللي احنا عارفينه، بعيد عن الاصابه، مش سايبه اي اثر، حالته البدنيه كويسه، اظن انه هيفرق النهارده مع وليد ازار. تمام كابتن ربيع ياسين، كنا دايما بنقول يعني الاثنين اللي على الاطراف اللي هم النهارده حمودي واجاييه من اهم مميزاتهم ايا كان هما مين، اللي هو المراوغه والواحد ضد واحد. شفنا حمودي كان مصنفينه في الحساب الرسمي بتوع العربيه ان هو اكتر واحد عمل مراوغات ناجحه، وده اعتقد ان هو بيفرق كتير قوي مع فريق بيلعب 4-2-3-1. بص كلمه السر مع النادي الاهلي في الحاله الفنيه المنطقه الاماميه. تمام. في ايه؟ ان انت بتوصل بنسبه استحواذ، بتحضير، بواجبات، بتمرير، بتحرك، بتمركز، بترابط. ومن هنا بتلاقي واحد اثنين اي فرقه يقول لك بس نوصل للمنطقه الاماميه. هو ده سر فوز النادي الاهلي بنسبه الاهداف. لان عشان كده حسام النهارده قال لك لا ده انا ادور على اللي يصنع لي الحاجات دي كلها عشان اكسب بيها. حلو. اجايل له دور السنه دي مع النادي الاهلي. في اجماع مننا وقلنا في بدايه شغله ان ده من احسن اللعيبه الاجانب اللي جت، وله شغل وله واقعيه وعنده فنيات. لعيب جوكر اولا، بعيد عن يعني الجانب الفني الاول، انه لعيب هادي جدا مش عصبي ومطيع ملتزم جدا. بعد كده يخدم اي مدير فني في شغله يا ميدو. تمام. تعالى تحت رؤوس حربه ماشي، روح رؤوس حربه وهمي ماشي، تعالى في الشمال ماشي، تعالى في اليمين. لعيب محترف. لعيب محترف. وناجح في الثلث الامامي. تمام. يبقى خلاص. تمام. ده بتاع التوغل بتاع الفرديات بتاع الجماعيه. واخد بالك؟ نيجي بقى لصالح جمعه، ده المايسترو اللي بيقدر عنده تمريرات من ضمن مكسب النادي الاهلي وشغله واهدافه. خليني قبل ما تروح لصالح جمعه برضو، خلينا في حته حمودي واجاي. هل من ممكن ان هم يثبتوا نفسهم وياخدوا يعني ياخدوا هذا المركز في التشكيله الاساسيه؟ حمودي ما هو من الاساسيين. حمودي من وجهه نظري من احسن الصفقات اللي جت في النادي الاهلي لولا الاصابات. عندك خلي بالك، عندك وليد سليمان، ماشي. عندك احمد الشيخ، ماشي. عندك في الناحيه الثانيه مؤمن، ماشي. عندك اسلام، ماشي. محارب. ما احنا قلنا بقى ان كل لاعب عليه انه ايه يثبت نفسه. عمرو بركات طبعا. حمودي من وجهه نظري هو لعيب خطير جدا. تمام. بالكوره
بالظبط. لا دي حقيقه، بالك عنده مهاره عاليه جدا. وضح لي بالكوره دي. بالكوره بيعرف يوصل وبيعرف يعني يعدي وبيعرف يصنع. عنده نسبه او التميز بتاعه بالكوره اكتر من غير كوره، وايه الاحسن يا كابتن ربيع؟ لا هو اللاعب المصري المفروض يكون عنده الاثنين بالكوره، لان انا كنادي اهلي هحتاج اللاعب في الحالتين. تمام. ميسي من غير الكوره بيقف عشان يجيب جول. تمام. ولازم تطرح له. ما ينفعش يبقى بالكوره. طب انا نسبه مسكان الكرة عدم يعني فقد الكرة من غير كرة قدام حضرتك اتحرك عشان يجيب جول. طبعا ما انا قلت لك ما ينفعش اللي لازم الاثنين، اللاعب الكبير واخد بالك يعرف يخلق نفسه فرصه في مساحه عشان اسجل منها. ده اللاعب الكبير، لانه لعيب ذكي. بالظبط. احنا بندور على لعيب ذكي، اللاعب المهاري لازم يكون ذكي، ولازم ما ينفعش من غير من الكوره يقف وافتقده وابعده. تمام. فحمودي عنده مواصفات فنيه عاليه جدا، وعارفين شخصيته وعارفين شغله الهجومي، وله دور مبدع. صالح الصراحه. صالح جمعه عليه. صالح جمعه عنده مميزات كثيره جدا. ان عنده في الثلث الاخير بيعرف يصنع هدف. يصنع. لو تلاحظ شفت هدف الزمالك الاولاني بيشوف، عنده الرؤيه، عنده الباص الامامي، عنده التمريره الحاسمه القاتله اللي يروح بيها الراجل هو جول. حلو. دي واحد. الحاجه الثانيه هي حتته، انه خلي بالك عنده ميزه رائعه في ايه، هو رجليه الاثنين زي بعض. يعني يمينه زي شماله، شماله زي يمينه على الجول. دي خلي بالك عند صالح انا اللي عارفها. تمام. يعني ده ابني من ابنائي اللي انا اشتغلت معاه من الصغر، واخد بالك؟ وعندك اسلام محارب ما شاء الله بره برضه يمينه زي شماله. تمام. هي يعني بتكلم على دلوقتي على صالح. تمام. واخد بالك؟ فضل. صالح ذكي جدا. في اقل يعني في لمحه ممكن يوصل عبد الله، ممكن يوصل ازارو، ممكن يصنع. فعنده ميزات كتيره جدا صالح جمعه في شخصيته وفنياته، ومهم جدا دوره في الثلث الامامي. تمام. تضحك ليه يا كومبوش؟ مش حاجه. قول لي افتكرت ايه عشان يا عم بيشرب من الشاي بتاعي. مش مركز بقى. بحط جبته جنبي، بحط الشاي هنا وشرب من الاول. بيسال وكابتن ربيع بيتكلم، يروح واخد كوبايتي. خليتها جنبي، اعمل له ايه يا كابتن؟ شيء حلو. خليها على شمالك. طب يا عم الكوبايه بتاعتك ايه؟ كابتن سمير، يعني نسيتني السؤال والله. الاحتياطي او البدلاء بتوع النادي الاهلي ما شاء الله، الدكه يعني احمد عادل، عماد متعب، عمرو جمال، كريم ندفد، محمد هاني، وعمرو بركات، واسلام محارب. شايف مين الاسماء اللي ممكن تنزل تعمل الفارق مع النادي الاهلي في هذه المباراه تحديدا؟ وطبعا احتياطي النادي الاهلي تملي بيبقى اضافه لكل الماتشات الحقيقه. يمكن كابتن حسام لو بصيت على الاسامي، ندفد، اسلام محارب، عماد متعب، عمرو بركات، عمرو جمال، محمد هاني. كابتن حسام تملي، يمكن اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده في الدقيقه 60. تمام. 70 82. ده الثلاث تغييرات معروفه. كل مباراه. تمام. يعني هو حاطط السيناريو لنفسه كل مباراه كده ومقسم الماتش يعني. حلو انت اتكلمت في تغيير فني، بتبقى حاطط تغييرات معينه في دماغك، غير بقى لا قدر الله الظروف الخارجيه او اللي بتطرأ على المباراه، اصابه، مش عارف ايه، تبقى حاضر في الدقائق معينه انا انزل كذا، ولا حسب رؤيتك الفنيه وايه الاصح وايه الاحسن؟ وعلى حسب سير المباراه. ده رقم واحد. رقم اثنين، برؤيه المدرب، على حسب حاله الفريق. في كل خط ممكن تلاقي واحد يعني مش موفق او ملوش. بلغه الكوره ممكن اسحبه، واحد تاني يبقى انا مغلوب عايز اعوض، يبقى انا متعادل عايز ازود النواحي الهجوميه واكسب. بتبص من الناحيه الفنيه للمباراه. في الدقيقه كذا معروف يا كابتن ربيع، في الدقيقه كذا زي الكابتن حسن شحاته مع جده مثلا، تغييره التاريخيه في الدقيقه 75 جده هينزل. 67 يعني 67 دلوقتي في الاهلي الدقيقه 60 70 82 او 62 72 82 شويه. في نوع من التفاؤل شويه ولا لا؟ هي مش تفاؤل، هي بعض اللعيبه اللي كابتن حسام بدري بيعتمد عليها بتلعب 70 دقيقه، 75 دقيقه، 65 دقيقه، بيدي فرصه لحد تاني يكمل نفس الشغل. انا بتكلم في كناحيه عامه، مش انا بتكلم بس الكابتن حسام هو دي عم. يعني بتكلم بصفه عامه، احنا بنتكلم على حسب سير المباراه، انا بحتاج مين ينزل يخلص الماتش، انا بحتاج مين ينزل يقفل، انا بحتاج مين ان هو ينزل يلعبني كوره، على حسب السيناريو وسير المباراه. تمام. انما احنا بنتكلم الاحتياطي. قول لي بقى من الاسماء اللي موجوده قدامك دي، مين اللي حضرتك شايفه ممكن يصنع الفارق مع النادي الاهلي؟ هم كلهم الحقيقه يعني لعيبه كويسه وعلى مستوى رائع. يعني قلنا في الدقيقه كام؟ 82 82 زي ما احنا. تمام. عندك اسلام محارب كان اضافه المباراه اللي فاتت ونزل جاب هدف، ممكن الكابتن حسام البدري يستعين بيه الشوط الثاني، ان هو
اسلام جاي جاهز برضو من سموحه، مش مريح، لا جاي جاهز ولعب مباراه الكاس ومباراه الدوري واحرز اهداف كتير في الدوري، وشفنا اخر اهدافه مع النادي الاهلي بصناعه حسام غالي الباص القصير اللي احنا شفناه واتكلمنا عليه. الهدف هو يعمل ضربه باص مع السوليه يعني حسام غالي هو اللي صنع الهدف التحرك من غير الكوره، ابتدى يبص هنا بقى بخبرته، واسلام محارب طبعا دي ميزه فيه. اسلام كمان اللي عمل الباص، يعني هي تعتبر 1-3 وحاجه جميله جدا. ده بالنسبه لاول تغييره ممكن الكابتن حسام يستغلها طبعا عن طريق صالح او اجاي او حمودي. التغييرة التانية لو تحب ان انا اكمل، لو مش حد يكمل يعني ممكن النهارده يدي الكابتن عماد متعب ان هو يديله فرصه يشوفه من جديد، ان هو بعيد عن المباريات وبعيد عن تمام. يعني كابتن وليد، افتقدنا من فتره الثنائيات. شايف ان حمودي بدا يعمل ثنائيات مع صالح او مع اجاي او مع ازارو، او شايف مين الثنائيات الاقرب انها تكون في النادي الاهلي في المرحله اللي جايه دي؟ عندنا ثنائيات من فتره برضو مش قليله، يعني من اول ما تيم النادي الاهلي، خد بالك التيم ده بيلعب مع بعض بقاله سنين طويله. تمام. حسام غالي مع عبد الله السعيد بيلعبوا مع بعض كويس قوي، دخل جونيور اجاييه على فكره مع عبد الله السعيد، الاثنين حافظين بعض وفاهمين بعض بشكل كويس قوي. تمام. بعد كده دخل مؤمن زكريا وليد سليمان مع عبد الله. النهارده بنشوف ثنائيه صالح وحمودي. أيوة. بيلعبوا بعض بشكل كويس قوي. يعني الثنائيات موجوده في النادي الاهلي على طول، مطلوبه كثير. بس دايما مطلوبه جدا جدا في الفرق الكبيره طبعا جميل. طبعا مفيش فرقه كبيره وما فيهاش ثنائيات، ممكن تزيد شويه وتبقى مثلث، ممكن تبقى مثلث الرعب. يعني الام اس ان مثلا، مثلا ميسي ونيمار ولويس سواريز. خلي العيال في حته ثانيه خالص. لا معلش، بنعملها حتى لو بقدر اقل. بني ادمين نتمنى. نفس الوضع في النادي الاهلي، ساعات لما كان عماد متعب موجود، عماد مع عبد الله مع حسام غالي، يعني دايما ثنائيات ثلاثيات. الفريق الجماعي دايما تلاقي فيه ثنائيات. ده از جنرال كده يعني في العموم. تمام. طالما فريق بيلعب كره جماعيه هتلاقي فيه ثنائيات وهتلاقي فيه مثلثات. انا بس عايز اتكلم على حته التغيير. التغييرات طبعا يعني اكيد طبعا هي ساعات بتبقى بالصدفه في الدقيقه 60 و70 و80، بس هي الفكره في ايه؟ في مديرين فنيين بيأخروا قوي اول تغييره. يعني الكابتن حسام من المدربين اللي بتصبر على لعيبته. يعني تلاقي دايما التغييره الاولى في الدقيقه 60، في الدقيقه 65، ممكن تروح للدقيقه 70. ده بيبقى صبر من المدير الفني، عايز يدي اطول وقت للعيبه، مش عايز يكهرب اللعيبه، مش عايز يبقى اللعيب بيلعب وهو حاسس ان ودي ظاهره صحيه ودي حاجه كويسه طبعا. خصوصا لما بيبقى معاك تيم زي تيم النادي الاهلي، ممكن لعيب يعني ينزل شويه في المباراه وبعد كده يطلع تاني. تمام. يعني انت عايزه برضو سنس خبرة. يعني عايزه مدير فني يكون هو حافظ لعيبته وعارف المستوى البدني بتاعهم. يعني مش معنى ان مثلا عبد الله بصه باصتين اتقطعوا يبتدي ايه يقولك لا ده وحش. لا انا عارف المخزون البدني عند عبد الله امتى اللياقه البدنيه هتقع. ما حاسبوش بقى على كورتين ثلاثه غلط. يعني انت خد بالك، واحد من او اتنين بقى في الملعب النهارده من اهم اللعيبه اللي دايما تلعب لعب مفيد، صالح جمعه وحسام غالي. كل كره عايزين يلعبوها لقدام. تمام. كل كره صالح هيمسكها هتبص زي ما انت بتقول، عينه على وليد ازارو، عينه على اجاييه، عينه على حمودي. تمام. فممكن تتقطع مره مرتين ثلاثه، ده مش معناه ان انا استعجل في ان انا اخرجه. تمام. لا الكابتن حسام بيصبر وبيعملها بشكل كويس. تمام. يعني بعد الفاصل اسال الكابتن الكبير ونجم الاستاذ التحليل الكابتن ربيع ياسين عن مفاتيح فوز النادي الاهلي النهارده وابرز تعليمات الكابتن حسام بدري للعيبه. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول.
اهلا بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل بسال الكابتن الكبير ربيع ياسين عن مفاتيح فوز النادي الاهلي وابرز تعليمات الكابتن حسام البدري للاعبيه قبل هذه المباراه الهامه جدا. اولا من وجهه نظري طبعا ان شاء الله باذن الله تعالى 11 لعيب، لكن في الجانب الهجومي مهم جدا. احنا النهارده قلنا الكابتن حسام بدأ بكل اللي يملكه من قوه جماعيه وفرديه، وانا قلت دلوقتي ان الكابتن حسام له وجهه نظر بالنسبه لانه دايما بيحافظ على التابلوه الجماعي والفردي خلال احداث المباراه، انه بيبقى ماشي دايما للايجابيه، فبيثبت التشكيل والتغييرات وتبقى في حدود، لان كده كده بيكسب بيهم، فطبعا بيبقى تغييراته عشان كده بتتاخر قوي. انا من وجهه نظري الثلاثي وسط الملعب مهم جدا، حمودي وصالح جمعه واجايه وباسم علي وحسين السيد، دول الخمسه باذن الله تعالى اللي هيصنعوا الفرق، لان واجباتهم الهجوميه كتيره جدا. عندهم واجب دفاعي وواجب هجومي. انا قلت لك ان التمرير التحرك التوغل واخد بالك صناعه الاهداف في الثلث الاخير عدم فقدان الكره بسهوله، ده ان شاء الله مفتاح فوز اللعيبه، والخمسه دول هم اللي هيصنعوا الفارق، مع طبعا اظهر ان راس حرب لازم يسجل النهارده ان شاء الله. تفتكر لو في معركه في نص الملعب يا كابتن ربيع مين يكسبها النهارده؟ نص الملعب، نص ملعب النادي الاهلي، والفضل الله تعالى. ان خلي بالك انا قلت لك برضو ان في اسلوب لعب بيلعب بيه النادي الاهلي، في واجبات ما ينفعش النهارده، خلي بالك ده اللي مش اللي هيبعد عن واجبات، وهتلاقي واحد نط مكانه بالزبط. هو ده بقى خد بالك، هتلاقي الجديه، هتلاقي الالتزام، ده عامل مهم جدا في الفتره بتاع النهارده والقادم. هتلاقي من 11 لعيب التزام، اللعيب اللي يخرج عن التزام الفني مش هيلاقي مكان. فانا اعتقد ان اي معركه طبعا رياضيه تنافسيه شريفه في اي خط من الخطوط هتبقى لصالح لعيب النادي الاهلي. حلو حلو. كابتن سمير قول لي يعني ابرز نقاط القوه فريق نصر حسين ضاي، وابرز برضو نقاط الضعف اللي انت شايفها. لا فرقه كويسه بتفكرني بفرقه الفيصلي على طول، يعني بيلعبوا بنفس السيستم ونفس الطريقه، متحمسين وبيضغطوا. شفنا طبعا مباراه الوحده، لو شفنا الجون اللي دخل فيهم من واحد دفاعيه خطا، نفس الخطا اللي حصل في مباراه الاهلي والزمالك، نفس الكوره لو جبناها هنشوفها. يمكن فرقه الفيصلي جابت هدف في فرقه نصر حسين داي، كوره عرضيه عمل الوان تو من عطاير، كان تقريبا لوكاس لعيب الاجنبي الفيصلي مع دومينيك، تمام، وانتو على الطاير جت في 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 داخل ال 18 بالظبط، لكن كان في زي ما تقول يعني تركايه خفيفه كده، وانتو من على الطاير قدر ان هو دومينيك يجيبها جون. دي نقطه ضعفهم في ال 18 ان هم ما بيجدوش الرقابه، ما عندهمش تمركز صحيح، فدي بتاثر عليهم في 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 حته في النواحي الهجوميه. تمام. النواحي اللي طبعا او الميزه اللي فيهم عندهم طبعا قاسمي احمد رقم 10، لعيب مهم جدا، لعيب هداف الفريق، هداف الدوري الجزائري 14 هدف طبعا بيعتمدوا عليه من الكرات العرضيه، والميزه اللي هم بيلعبوا عليها على طول في كل الماتشات. احنا اتكلمنا من شويه قلنا يمكن 90% او 95% من الاهداف اللي جت في البطوله العربيه من كور عرضيه، كل الكور العرضيه جت من اهداف. فانا عايز اقول لك عندهم حسين العريبي برضو لعيب كويس، وشمس حراء شمس الدين، وليد علاتي، وعدادي توفيق، دول الثلاثي الهجومي عندهم ميزه ان هم بيضغطوا على اي مساك بيلعب قدامهم في النواحي الدفاعيه، فدي ميزه عندهم. ان هم طبعا انت عارفين ان الكره الجزائريه عندهم روح عاليه جدا ومتحمسين وبيقدروا يضغطوا على الخصم من فوق، فدي ممكن النهارده المدير الفني الكابتن نبيل نغيز يقدر يعتمد عليها زي الماتشات اللي فاتت، ان هو بيضغط من فوق عن طريق الاسامي اللي احنا قلناها. طبعا حراء شمس الدين ده لعيب محوري طبعا بيشوط، عنده تصويبات على اعلى مستوى، وزي ما انا قلت لك والي بلال بينزل الشوط الثاني ممكن يكون اضافه من الناحيه الهجوميه بيعتمد عليه جامد جدا. تمام. يعني كنا اتكلمنا عن البدلاء وممكن يكونوا كلمه سر في هذا اللقاء، وطبعا معانا يعني كابتن وليد صلاح الدين اكيد كان ليه دور لانه كان بينزل بديله وكان لازم يغير مباراه. نطلع فاصل، بعد الفاصل نسال كابتن وليد ايه ابرز ذكرياته مع يعني دكه البدلاء ونزوله وتغيير المباريات تماما. فاصل، استنونا. ويأكد وليد ولا ايه بالظبط؟
عاوز يجيب هدف تاريخي، عاوز يجيب هدف تاريخي، وجاب هدف تاريخي. وليد صلاح الدين عاوز يجيب هدف تاريخي واعرض هدف تاريخي، وله الحق تماما ان يبدله هو النهارده. وليد صلاح الدين احرز هدف تاريخي بثقه واقتدار، واحلى ما في المباراه واحلى ما في الدوره. والدكتور جمال الجنزوري من اعجابه بالهدف قال تاكيدا وتحيه تمكن يراقب، وبعدين ممكن يحطها وحطها فقط جديد، وهو بطل ابطال الدوري للانديه العربيه بعد لما اضاف بطوله الانديه ابطال الكوز. ادي وليد صلاح الدين يسول ويقول ويعطي للنادي الاهلي الثقه. ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه، هوبا يا دول هو دول. الله 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 الله. سمير كمونة، سمير كمونة، سمير كمونة في الوقت القاتل من احدى كرات عابرات القارات يلمسها سمير كمونة وهي في الهواء بدماغه تسقط من فوق هشام التاجر جوه الجول. ايه الجول ده؟ يعني بعد الجول ده عايز تاخد الشاي بتاعه؟ يعني ازاي يعني؟ ما حط الشاي هنا وليد عشان ايه الجول اللي كده يعني قول لي ابرز ذكرياتك مع الاهداف الوقت اللي كنت تنزل فيه. بص عندي ذكريات كتير حلوه الحمد لله. دي طبعا مباراه من المباريات اللي كنت احتياطي ونزلت بين الشوطين، مباراه صعبه جدا، جبت ضربه جزاء احرزها الكابتن هادي خشبه وجبت الهدف الثالث الحمد لله. بس ليا مشاركتين، ليا مشاركه اول مشاركه ليا مع الدرجه الاولى كان عندي 17 سنه بدل الكابتن طاهر ابو زيد. دي اول خمس دقائق جاله مز ونزلت مباراه المنصوره في استاد القاهره سنه 89. كان عندي 17 سنه، جبت جونين حلوين قوي. يعني الجون الثاني احلى كمان من جون الرجاء ده، بس يعني طبعا من زمان قوي فممكن ما يكونش موجود، لكن دي مشاركه مهمه جدا بالنسبه لي. كابتن جوهري كلمني يوميها وهناني وقال لي انت لعيب كويس، وكان عندي 17 سنه، فكانت مشاركه مهمه مع الدرجه الاولى في النادي الاهلي. وليا مشاركه دوليه بس حزينه شويه اللي هي بتاعت كاس العالم للقارات. نزلت والنتيجه 3-0 ومطرود مننا 3، فبس عملت نص ساعه من احلى الاوقات اللي لعبتها. يعني جبت ضربه جزاء واحرزها كمونه، كان ساعتها كمونه اللي بيشوط ضربات جزاء في منتخب مصر، والدعيه اللي كان واقف طبعا الحارس الكبير السعودي، وعملت نص ساعه كويسه يعني. تمام. يعني شايف مين يكون النهارده حاجه كده زي وليد صلاح؟ ممكن متعب ممكن لو خد 10 دقائق يهدف، متعب لو خد 5 دقائق ممكن يهدف. تمام. كابتن ربيع توقعاتك؟ ان شاء الله نكسب مباراه ونقدم اداء جيد جدا ونطلع باول شوط بنتيجه ايجابيه باذن الله. ان شاء الله كابتن سمير. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. وشوط اول 45 دقيقه نكون احنا الاحسن في استحواذ في لعب جماعي. انا بقول 1-0. كابتن وليد ان شاء الله ربنا يكرمنا 2-0 كمان. كابتن ربيع كام ان شاء الله؟ واحد باذن الله. واحد ان شاء الله، يعني هنكسب ان شاء الله، نكسب باذن الله. يعني كل دعواتكم مع فريق النهارده ان شاء الله تكون البطوله من نصيب هذا الفريق الكبير، هذا الفريق العريق وكل جماهيره العريقه. تابعونا بعد المباراه، عندنا كلام كتير جدا. مع الف سلامه. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني الف الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، لعبته الرجاله جدا، الجهاز الفني اللي ادار مباراه يعني على احسن ما يكون. يعني الف مبروك، مباراه فعلا يا جماعه مش عايز اقول لكم، احنا في استاد الاهلي هنا وكنا استاد فوق، مش عايز اقول لكم يعني الفرحه العارمه اللي كانت هنا في الاستوديو وكانت فوق، يعني حاجه فعلا فرحه ولا بعدها فرحه. صالح جمعه
يدرك هدف التعادل وترجع الانتصارات باقدام المتالق عمرو بركات. سبحان الله على الكوره، سبحان الله لما تقول للعيب انا هديلك، يعني حاجه في منتهى الجمال. عمرو بركات من اسيست ولا اروع للنجم الكبير عماد متعب، تبديلتين للكابتن حسام البدري موفقتين جدا جدا جدا، اسيست من عماد متعب ولا اروع من كده، وهدف ولا اروع ايضا لنجم الاهلي الجديد. يعني ربنا بيقول له خد زي ما انت عايز، هدف في الدقائق الاخيره يعني، وانتزاع نصر ولا اروع من كده. نصر كنا محتاجينه جدا جدا جدا. الف مبروك مره ثانيه لحضراتكم ولكل جماهير النادي الاهلي. ارحب بضيوف الكرام كابتن ربيع حسين، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمون، اهلا بيكم. اهلا بيك كابتن ميدو، قول مبروك. طبعا فرحانين جدا جدا، نصر كبير الحمد لله. مبروك للاداره والجهاز الفني واللعيبه والجمهور، ومبروك لنا كلنا. مبروك يا وليد، مبروك يا سمير، مبروك يا ميدو. فرحانين جدا جدا بصراحه. النادي الاهلي يستاهل ان يكون في دور اربعه، صعب جدا النهارده بعد الاداء والضغط الهجومي. يعني لا انا فرحان جدا، الاحساس بتاعنا واحنا فوق وسمعنا يعني كميه الاهات اللي طلعها عمرو بركات مننا لحد ما نتكلم في الجوانب الفنيه. يعني بصراحه ما ينفعش الاهلي مش موجود، ما ينفعش الجمهور ده مش موجود بصراحه. لان يعني نجاح الدوره من وجهه نظري انا بوجود النادي الاهلي، بشعبيته، بجمهوره، بادائه، بلاعبيه، بقدراته، بفنياته. النادي الاهلي النهارده قدم عرض رائع، وكفايه انه فرحونا ومتعودين دايما على الفرحه، بنشكرهم انه فرحونا، والفرحه الكبيره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى. يا رب دايما. كابتن سمير قول لي احساسك الاول. سمير كمونه واحنا بنتشجع فوق الفريق، سيبك دلوقتي الفنيات، هنتكلم على الفنيات. احنا هنا الاستاد مختلف تماما عن اي استاد، او الاستوديو مختلف عن اي استوديو. احنا هنا يعني النبض الحقيقي للنادي الاهلي، والفرحه بتاعتنا كانت فرحه جماهير درجه يعني ثالثه. فقول لي احساسك انت. الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره والجهاز الفني ومجلس الاداره. الحقيقه مكسب يعني فرحنا كلنا، اداء رائع. التحويل يا كابتن من الهزيمه للتعادل للفوز، دي حاجه رائعه جدا. اللعيبه عندها تماسك، عندها لياقه بدنيه على اعلى مستوى، حاسين بالمسؤوليه. تغييرات الكابتن حسام كلها كانت في محلها. يعني مباراه يعني لو قعدنا نتكلم عليها، خصوصا اخر الشوط الثاني او اخر 45 دقيقه، النادي الاهلي ليه الافضليه وليه السيطره. لكن احنا بنحيي فرقه طبعا نصر السنداي، طبعا عملوا اداء راقي جدا دفاعيا، وبيلعبوا على المرتده، وقدروا ان هم يحرجوا النادي الاهلي بعض الفترات. لكن بخبره لعيبه النادي الاهلي المحنكه عن طريق حسام غالي ومتعب وازارو وصالح جمعه المتالق دائما، حاجه جميله. فاحنا بنشكرهم الحقيقه، وبنقول لهم الف الف مبروك، وان شاء الله اللي جاي احسن. كابتن وليد هكذا هو الاهلي، انطباعك؟ ايوه هكذا هو الاهلي، ايوه. يعني دايما مفرحنا، دايما احنا بنتفرج كلنا. حتى لما احرز نصر حسين ضاي الهدف في الدقيقه 62 كلنا قلنا ان شاء الله 2-1. وحتى اول ما الحكم واحنا في الدقيقه 89 عمالين نقول يا رب هيدي كام، هيدي كام. الدقيقه بتفرق مع النادي الاهلي، الثانيه بتفرق مع النادي الاهلي. فبالتالي الف مليون مبروك. في الدقيقه 92 عمرو بركات، قلنا احد مكاسب البطوله بالزبط. قلنا عمرو بركات واحد من مكاسب النادي الاهلي في البطوله، بيعيد اكتشاف نفسه، وده قلناه قبل البطوله لو تفتكر. وهنا برضو تاني فعلا. قيمه النجم الكبير عماد متعب فعلا. عماد متعب اديك شايف ما شاء الله، يعني بينزل في اي توقيت تستنى منه لحظه يا جون يا صناعه هدف. قلت قبل الماتش ما يبدا، قلت عماد متعب ممكن، كنت بسالك على التغييرات، قلت عماد متعب ممكن يدخل في اي خمس دقائق يعملها هو تاني في الدقيقه 92 ثاني لمسه. وبص الكعب يعني ما فيش ولا فتي في الموضوع ولا مثلا فكر يلم لجوه ولا يلم لبره، هو على طول واخد القرار انه هيعمل بكعبه. خد بالك الكره دي، بص لما تشوفها، ادي صالح لوليد ازارو هايل. اقف بقى هنا، اقف هنا، بص كام واحد جاي. في جاي ثلاث لعيبه عماد شايفهم بعينين لورا، هو شايفهم بعينين لورا، عنده اربع خمس ست عيون. هو هنا واخد القرار وفاتح رجله وعامل حسابه انه هيطلع الراجل ده على الفاضي ويعملها بكعبه للي وراه. هنحلل، كمل بقى، بص المنظر، الاهداف. بص خلاص مليد. هنا يلعب لحسام غالي، يلعب للراجل اجاي يحط هو جون. يعني وعمرو بركات كمان يعني هدوء يعني يحسد عليه في هذا التوقيت، حاجه جميله قوي. انا عايز اقول ان كل لعيبه الاهلي النهارده كانوا نجوم. وليد ازارو نجم فوق العاده، مكسب حقيقي النادي الاهلي. صالح جمعه حاجه مش طبيعيه ما شاء الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب، راجع في الانفراد الاخير اللي كان على النادي الاهلي وعامل تاكلنج مع الراجل هو اللي خلاه يطلع الكره فوق. عايز اقول للشناوي اكرم توفيق، احنا ياما هنغلط، ياما هتغلطوا، ياما يعني. الحضري الكره دخلت من بين رجليه، اكرامي دخل جون فيه سهل جدا في افريقيا، الشناوي النهارده هنغلط كتير.
كتير جدا، اكرم توفيق هتغلط كتير جدا، لكن مكاسب حقيقيه النادي الاهلي مكاسب حقيقيه النادي الاهلي. الشناوي كلنا اجمعنا ان انت جون يعني ان شاء الله جامد جدا جدا، وطمنا وبنطمن، طلعت برده انفرادات في اخر الماتش زي الماتش اللي قبل كده، مش مشكله يعني هتغلط وهتفضل تغلط لاخر لما تبطل كوره. اكرم توفيق لسه قدامك بدري جدا، ما تزعلش، عادي جدا اللعيب بيغلط، وان شاء الله ترجع احسن من الاول. وانت كمان عملت ماتش النهارده جامد جدا، كابتن حسام بدري كان نجم من نجوم المباراه ايضا بتغييراته الفنيه الرائعه التي احدثت الفارق في المباراه. كل الاهلي نجوم، يعني مش عايز انسى حد، لكن طبعا ضيوف الكرام هيتكلموا على نجوم النادي الاهلي. يا كابتن ربيع، بيفرحونا وعلى قدر المسؤوليه الكبيره وعلى قدر احترام الجمهور وعلى قدر الاداره بتختارهم وعلى قدر ان هم بيحبوا الكيان الكبير وبيخافوا عليه. النهارده اصرار يعني كابتن ربيع، حضرتك بتتكلم برضو دي يعني حاجه برضو الشناوي مطلعها كانت صعبه جدا. بص بقى، انا عاوز اقول لك يعني هم بعد الهدف اخر خمس دقائق، انا دايما بقول لك ان اللاعب النادي الاهلي يلعبوا بحساب ويهاجم بحساب، ما ينفعش احنا من مصلحتنا ان هم في اخر خمس دقايق طمعوا في المباراه. هو جاله خلي بالك اثنين كورنر في الدقيقه 85، في اثنين كورنر وانفراد، تمام، واخد بالك يا ميدو؟ تمام. من هنا هم كانوا دايما بيدافعوا بالسبعه والثمانيه والتسعه، تمام. فلو تلاحظ في الهدف بتاع الهدف الثاني بتاعنا السته لاول مره، التكتل الدفاعي ده بقى قليل، تسعه وثمانيه غير، خد بالك، كانت الكوره من الاصفر للاصفر للاصفر، فطمعوا في اخر خمس دقايق. الطمع ده هو اللي ايه، خد بالك، اللي واجهت المساحات. الحمد لله كانت الهجمه منظمه جدا، هدف ربنا كرمنا بيه. هو ده لعيب النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده على المستوى الفني هو وليد الاحسن، يعني هو صح. اللي ضاغط يا وليد، هو الاخطر يا كمونه، هو اللي بيروح، هو اللي عنده حوالي 8 9 كورنر، هم جالهم في اخر خمس دقايق اثنين كورنر وانفراد بصراحه، واخد بالك، والخطا بتاع الهدف. انما الاهلي النهارده ما يخسرش، النادي الاهلي مبدع النهارده. النادي الاهلي شفنا كروسات من الجناب، شفنا ثوابت النهارده كتير جدا عن طريق صالح، واخد بالك، شفنا يعني متعب بصراحه. الاداء الفني الاهلي النهارده عن جداره يستاهل المكسب. كابتن سمير، برضه بنتكلم على نجوم النادي الاهلي، هنتكلم على الفنيات بعد ما نتكلم على النجوم ونديهم حقهم بصراحه، لان كله النهارده كان بيقاتل في الملعب، وكان في كل لعيب كان في شخصيه الاهلي. لا طبعا احنا بنشكر كل لعيبه طبعا، انما في لعيبه معينه ساهمت بشكل كبير في فوز النادي الاهلي النهارده بروحها وادائها، الشغل التكتيكي والشغل الفني اللي ابتدوا يشتغلوا عليه. رقم واحد صالح جمعه. صالح جمعه غايب عن الملعب بقاله اكتر من 10 ايام او اسبوعين، مجرد ان هو يجهز في اسبوع او خمس ايام، الكابتن حسام يجهزه هو والكابتن احمد ايوب الفتره اللي فاتت، ويظهر بالمستوى اللائق ده فنيا. فوقان يعني ما شاء الله، صالح من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي، ابتدى يستحوذ على الكوره وتمريرات سليمه مليون الميه، وقدر ان هو يحرز هدف من ضربه جزاء. بعد كده ابتدى الكابتن حسام يغير بعض التغييرات المفيده الايجابيه، زي عمرو بركات احرز هدف، وقبل ما الهدف اللي يجيبه عمرو بركات، لو شفنا عمل ميس باص في نص الملعب كابتن ربيع وكابتن وليد، قلنا هيجي فيها جول. صحيح. لكن طبعا الدفاع اتعامل بيها بشكل كويس. بعديها ب 30 ثانيه عمرو بركات احرز هدف، مفيش اجمل من كده ولا اروع من كده، هدف وعلى يمينه. لكن عمرو الماتش الثاني على التوالي احرز هدف في المباراه الاولانيه مباراه الوحده، والنهارده طبعا بيحرز هدف الحاسم، وفرحنا بيه الحقيقه، ومن اللعيبه الممتازه اللي انا بقول ان شاء الله لو في نصيب ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، لازم الفترة اللي جاية يعتمد عليه بشكل كبير. أكيد أكيد. كابتن وليد، عايزين نتكلم على تغييرة معينة، تغييرة حسين السيد بعمرو بركات، واللي يعني اللي فكر فيها الكابتن حسام بدري فكر أوروبي قوي، اللي هو ألعب ثلاثة كل في الكل بالظبط. اتفضل. هو المدربين الكبار بيعملوا كده، وتيم النادي الأهلي تيم كبير وعمل كده على فكرة. هو جه في توقيت معين كابتن حسام البدري بالتغييرة دي في الدقيقة 86، هو بيقول للعيبة إن أنا هلعب حوالي 10 دقايق خلاص الكل في الكل. حتى تلاحظ ان النادي الاهلي وهو بيهاجم، بص المنظر عامل ازاي، بستة وسبعة وثمانية، ده ريسك عالي. اقف هنا، اقف هنا كده، اقف اقف، اتنين اربعة ستة تمانية، بص ده ريسك عالي جدا، تمن لعيبة للنادي الاهلي جوه ال 18، ولو اتردت تروح عليك بانفراد. هنا خلاص الفرق الكبيره كلها بتعمل كده، برشلونه والريال، لان انا عايز المباراه. بص مين اللي بيهاجم كمان، نجيب ده، نجيب الصورة. وهترجع لعماد هيحاول يعملها، وترجع تاني، بص قافلين، هترجع تاني لصالح هيعملها، هترجع تاني الناحيه الثانيه هيعملها برضو اوفر، مش هتيجي هتلاقي واحد من الاهلي اللي جاي. بص انت دخلت في تسع لعيبه، يعني بص هتروح برضو للاهلي تاني. الفكره ان انت طب ناخد كابتن احمد ايوب. يا كابتن وليد مع امير هشام. امير اتفضل. تليفون
كابتن احمد ايوب. كان احلى من كده. الو كابتن احمد. ايوه معاك. الف مبروك. ربنا يخليك. طبعا انا عبد الحميد حسن معاك من النادي الاهلي قناه الاهلي، كابتن ربيع ياسين، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمونه. كابتن ميدو طبعا تحياتي ليك، تحياتي لكل النجوم الكبار، كابتن ربيع وكابتن وليد وكابتن سمير، تحياتي ليهم طبعا يعني. مبروك مبروك يا احمد. مبروك مبروك الكباتن بتوعي واخواتي. الف مبروك كابتن احمد. مبروك مبروك، واللي جاي احسن ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان احنا هنا كنا الدرجه الثالثه بتاعه الفريق النهارده في القناه بجد والله العظيم، يعني عملت مباراه رائعه بكل المقاييس، يعني مباراه فنيه هايله جدا 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 امتدادا للمباراتين السابقتين، حاجه جميله جدا كانت روح الاهلي النهارده او شخصيه الاهلي النهارده في كل اللعيبه بلا استثناء. والله الحمد لله، يمكن انت قلت يعني شخصيه النادي الاهلي كانت موجوده النهارده في كل حاجه، يعني اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا، عشان يعني حتى ما حدش يزعل، احنا كان ضغطنا في بدايه البطوله تحقيق اول مباراه، احنا اداء يعني عملنا اداء جيد، وصلنا وما كانش فيه توفيق، يعني كانت صعوبه كبيره علينا، ولكن الحمد لله يعني الخبره والتماسك والثقه الكبيره اللي موجوده عندنا وعند اللعيبه قدرنا نوصل للمرحله دي. وانا النهارده ماتش صعب، يعني اي فرقه عندها امل ممكن توصل، ولكن الحمد لله الاصرار والجديه. انا بقول لك انا النهارده انا كنت حاسس ان بلعب ماتش يعني مباراه نهائيه. انا بالظبط 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 في ادوار لسه اولى، يعني انا ولا يعني مش هي قبل نهائي ولا هي نهائي، وبيبقى فيه الاحساس ده والروح دي والفاعليه والقتال ويعني ربنا بيوفقك في اخر لحظه، يعني شعور جميل وشعور الواحد مش قادر يقول. انا بقول لك احساسي وانا في الملعب انها مباراه نهائي فعلا، يعني ده الاحساس بتاعنا كلنا كابتن احمد، لان المباراه كان فيها تحدي لشخصيه نادي الاهلي تحديدا، لان المباراه لازم الاهلي يكسبها. طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد يعني لله، يعني ربنا ما ضيعش مجهودنا ولا مجهود اللعيبه ولا اصرارنا، والحمد لله يعني كان عندنا اهداف تبدا تحققها واحده واحده رغم الانتقادات الكثيره والكلام الكثير اللي بيتقال، ولكن يعني الجهاز موجود وبيشتغل وبياخد قرارات لمصلحه الفرقه ومصلحه النادي. يمكن زي ما بيقولوا يمكن اللي على بر اللي على البر عوان، يعني في حاجات اكيد 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 حاجات كبيره مش كل الناس تعرفها ولا مطالب الناس تعرفها. احنا يعني بنركز في شغلنا وبنحب شغلنا وبنحاول نخلص ونعمل اللي علينا، والحمد لله توفيق ربنا بيكون معانا في النهايه. اكيد يا كابتن، ضريبه النجاح دايما هتلاقي انتقادات من ناس مغرضه جدا، واحنا انا عايز اقول لك ان احنا مرايتكم هنا خلي بالك طبيعه العمل في النادي الاهلي هي يعني طبيعه العمل في النادي الاهلي هو كده، لازم ضغوط في كده، لازم شخصيه قويه، شخصيه يعني بتتحمل الضغوط عشان تقدر تتعامل في كل المواقف يعني بهدوء وبثقه. يعني انتوا بتردوا على الانتقادات يا كابتن برد يعني ولا اروع من كده، يعني رد بطولات، رد سجل يعني دوري بلا هزائم، رد في البطوله العربيه، رد في افريقيا، رد في كاس مصر، بتردوا بكل يعني حاجه فيها نجاح. بصراحه انا اقول لك حاجه، اذا كان الناس كان بتقول البطوله في بدايتها بطوله مش قويه، لا هي بطوله قويه، وشوف المستوى قويه جدا الفرق، مستوى الفرق معظم الفرق عامل ازاي، معظم الفرق مستواها عامل ازاي، انت بقى مريح 11 لعيب وبتلعب بلعيبه بقى لها فتره ما تشتركش وفيها ثقه في بطوله كبيره واللعيبه دي بتنجح وبتأدي وبتوصل للدور اللي بعد كده، اكيد ده نجاح كبير. يعني بتكسب انك بتريح لعيبتك وبتكسب لعيبه بقى لها فتره ما تشتركش، بتجهزها، بتكسب لعيبه جديده بتشارك وبتاخد ثقه وبتحرز اهداف، يعني المكاسب متعدده وكثيره في الكوره الحمد لله. انتوا لو شفتوا شكلكم يا كابتن احمد بعد هدف بركات عمرو بركات هتحس قد ايه ان الهدف ده طلع انفجارات طبيعيه من جواكوا، هتحس ان انتوا كمان حاجه مش حاجه ما شاء الله بصراحه. يعني خلي بالك انت كنت عايش خمس دقائق، كل الناس هي يعني مصير حاجات كتير في الدور، يعني خمس دقائق يتحدد عليهم مسار حاجات كتيره. بالظبط بقول لك الحمد لله احنا تعبنا كل المباريات اللي فاتت، علشان كده ربنا ما يعني يضيع تعبنا، وخلانا يعني يمكن الماتش صعب كمان لما جيت لنا جول، يعني كان صعب جدا، انت بتلاعب فرقه منظمه جدا جدا. انا عايزك تقول لي احساساتك يا كابتن احمد، احساساتك انت من اول الهدف الاول دخل في الاهلي والاحساس الثاني بعد ما تعادلت، وكان عندك احساس ان احنا هنكسب، قول لي الاحساسات اللي شعرت بيها. من بره انا ما جاتش ذره احباط وانا على الخط، كنت دايما متمسك بالامل، انا كنت انا بقالي من اول البطوله دي مع اللعيبه وكل يوم معاهم شايفهم وقد ايه، عارف اللعيبه دي رجاله وعارف ان هم تعبوا وبيتعبوا في التمرين، اللعيبه دي يعني يا جماعه بصوا اللعيبه دي كم واحد فيهم ما كانش بيشارك كل الموسم، كم واحد فيهم بعيد عن الماتشات، كم واحد فيهم يعني العناصر دي كم واحد يعني لسه جاي علينا ودخل مع الفرقه،
كل الحاجات دي يعني في الكوره بتبقى مؤثره جدا جدا. اكيد انت ممكن يكون في يعني اثرت علينا في بعض الحاجات الفنيه داخل المباراه، ولكن احنا كسبنا روح، كسبنا قلب، كسبنا شخصيه، فعلا مكاسب كتيره طبعا ليه. فعلا فعلا يعني كل البطوله مكاسب من اول ماتش لحد الماتش ده. كابتن احمد بتفق معاك تماما، اكتسبت لعيبه، اكتسبت شخصيات، أنا اكتسبت روح. يعني عاوز اقول لكم طبعا يعني اوجه شهر الشكر لمحمد نجيب. محمد نجيب قبل يعني بين الشوطين عنده ثقل في العضله الضامه، الراجل اصر انه يشارك. احنا كنا هنغيره في بين الشوطين، ولكن الراجل تحامى على نفسه واصر انه يشارك. حتى كان هاني بيسخن بين الشوطين، كان احتمال كبير جدا ان نجيب يخرج بعد اول خمس دقائق، ولكن نجيب ولا على فكره انا بكلمه وهو بيقول لي لا انا مكمل، انا لسه كويس، انا هقدر. يعني انا من خلالكم لازم اشكره واقدم له التحيه، لانه تحامل على نفسه، لانه يعني اول مباراه يمكن لما جه فينا جول وهو كان يمكن سبب من اسباب الجول، يعني كان زعلان وكاشف نفسه، ولكن رغم انه يمكن تعبان شويه ولكن عنده اصرار اخر لحظه يكون موجود على الفريق. وانا بحييك على هذه التحيه كابتن احمد، وبنحييك على تحملك مسؤوليه النادي الاهلي في البطوله في الماتشين او المباراتين السابقتين، برضو مسؤوليه بتبقى كبيره جدا جدا، انا عارف ضغوطاتها قد ايه والانتقادات كمان. احييك برضو ان انت وقفت قدامها ما كانش في اي مشكله، وهو ده هي دي شخصيه اي حد في الاهلي يا كابتن احمد. والله الحمد لله. يعني هي في البدايه طبعا ثقه كبيره من كابتن حسام لما يسافر اكون موجود يعني مع الفرقه وقود الفرقه، لكن انا يعني كنت دايما كل يوم في تواصل مع كابتن حسام لترتيب كل حاجه قبل المباراه من المعسكر والتشكيل والسيناريو المباراه. فطبعا انا بشكره الثقه اللي هو مديهالي، والحمد لله. يعني يمكن احنا حاولنا في اول مباراتين وادينا، والحمد لله هو النهارده كان موجود والفرقه ادت اداء مميز وقدرت هو موجود يوصل للدور اللي بعد كده. الحمد لله احنا كلنا موجودين هنا بنشجع الاهلي وبنخدم النادي الاهلي، والحمد لله بنزيد نجاحات الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. قبل ما كابتن وليد صلاح اسالك اخر سؤال، لما فكرته في تغيير حسين السيد بعمرو بركات؟ لا يعني خلاص انت تعادل، يعني تعادل بالنسبه لك زي الهزيمه. فتغيير الناس عندك، الناس قدام يعني شغاله وبتروح. طب انا مش عاوز اقلل، يعني انقص عدد الانسان، سحبت حسين وخليت يعني الجبهه دي يمكن مال فيها شويه قدام محارب بالظبط بركات الامام، لان بركات رجله جامده وبارد تجيله كوره يصوب. دي كانت فكره نزول عمر، كان صعب جدا اقلل العدد قدام، لازم اعمل استشاره خلاص، يعني مفيش وقت بالظبط. يعني ده التفكير بتاع الجهاز. يعني انا بحييكم على هذه التغييره، حتى لو كان الماتش طلع مش في مصلحه النادي الاهلي. كابتن وليد صلاح الدين مع حضرتك كابتن. انا بس كنت هحييك يا كابتن احمد، كنت اقول نفس الكلام اللي قاله كابتن ميدو. يعني احنا بنشكرك على الفترة اللي انت توليت فيها المسؤولية، اتعرضت لضغوط كبيرة. والله يا وليد طبعا انت اخ، وضغوط يعني مش قادر اقول لك، ولكن الحمد لله الواحد يعني كان ساكت وكان شغال، كان بيلم الناس، وكان هدفه ان يبقى فيه يعني توفيق وستر ربنا معايا الحمد لله. لا يعني فعلا كل جماهير النادي الاهلي بتشكرك على الفترة دي، وتحملت المسؤولية، واللعيبة كانوا واقفين على رجليهم سواء في الناحية البدنية أو في الناحية الفنية. بس عايز أسألك سؤال، مين اللي كان هيلعب سردباك مكان محمد نجيب؟ هو محمد هاني؟ محمد هاني. طيب سؤال تاني، هل أنتوا كجهاز فني بتفكروا تستعينوا ببعض اللعيبة اللي راجعة من أجازة زي حسام عاشور زي أحمد فتحي؟ معانا وليد بقالهم 3-4 أيام بيتمرنوا إن شاء الله. يعني فرصة بقى شوف الجاهزيه بتاعته الفتره الجايه، والذهاب عنده الجاهزيه والتعداد المشاركه ان شاء الله يكون موجود معنا ان شاء الله. كابتن احمد ايوب الف الف مبروك، وان شاء الله من انتصارات لانتصارات، وان شاء الله يعني تزودوا بطولات النادي الاهلي بطوله ان شاء الله بهذه البطوله العربيه. شكرا جدا جدا، يعني كلام الروح حلو فعلا، كانه ماتش نهائي بطوله. هي دي روح النادي الاهلي. شفت الفرحه، شفت الكابتن سيد. انا نفسي اعرف سيد عبد الحميد كان بيجري فين. يعني حاولوا تجيبوا لنا كابتن سيد عشان نعرف الناس كلها بتجري فين كده، وبعدين بيجري الجاريه بتاعته فاكر ان ما هو ده اللي كنا متوقعينه. واخد بالك ده سيناريو دايما ماتشات النادي الاهلي. سيد راح فين؟ ده ابو بقى وليد بص الجاريه، بص حتى انيس بوجلبان، انيس الشعلاني. بص طيب لا فرحه وكريم ندفد وحسين، فرحه جميله السيد اللي فرحه بتاعت شكلها الفرقه كلها اللي بره رايحه يمين
مين هو ده؟ حسين خرج سيد معوض روح الاهلي وعمرو بركات اللي نزل مكانه وجاب الجول وفرحان. حسين السيد ممكن ساعد وحضرتك راح للحكم ممكن؟ لا 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 انا عارف هو رايح لمين. انا عارف هو رايح لمين. وحسام طبعا يعني لا سبرنت بس انا عارف هو رايح لمين. سبرنت كمان خد بالك. لا هي دي روح النادي الاهلي ودي اسره النادي الاهلي فضلك هو ده ترابط النادي الاهلي كلنا يعني الحمد لله دلوقتي في مقعد المتفرجين لكن كل قلوبنا بنتمنى ودايما النوايا جميله النوايا دي بتسلك الامور خلي بالك كان ممكن ماتش النهارده ينتهي 1-1 ممكن لكن بالزبط. ربنا سبحانه وتعالى مع المجتهد مع النوايا الطيبه مع التكات ازاي يا كابتن ربيع نجيب كان المفروض يطلع نجيب سنه هي دي روح لعيب النادي الاهلي وقال لك لا انا هكمل عشان عارف ان في نقص في الحته دي وممكن التغييره بتاعته يستغلوها في تغييره تانية احسن. بص يا ميدو معلش اتفضل 132 30 بطوله يا وليد يا مش وحق مش يا جماعه مش من فراغ مش من فراغ طبعا المكسب اللي بيجي في الدقيقه 6 مش اول مكسب في ايامك كسبنا وفي ايامك كسبنا وفي ايامك كسبنا الكلام ده ليه يا وليد؟ عشان هو ده النادي الاهلي برجاله بقدراته بتخطيطه بنظامه فنياته بروحه بترابط الملزومه بتاع النادي الاهلي جمهور مع لعيبه مع اداره مع جهاز فني ماشي في طريق واحد سميه. انت عارف يا كابتن ايه احسن حاجه احنا استفدنا بيها النهارده او كسبناها النهارده كنادي اهلي؟ اللعيبه الجديده اللي هي اسلام محارب وعمرو بركات ووليد ازارو يبقوا بالغل ده خدوا يعني شربوا تقاليد النادي الاهلي وحماس النادي الاهلي اقلموا بسرعه من اول مباراه جدا. يعني بص اسلام محارب لعب باك ليفت في اخر بعد ما جبنا الجول. عايزك تشوف الهدف ده يا كابتن وليد. الهدف ده برده في الدقيقه 92 في البطوله العربيه اسامه حسني برده في البطوله العربيه في نصر حسين داي امبارح يعني بص المفارقات احنا امبارح يعني كانت 2004 كابتن ربيع هدف في الدقيقه 92 اسامه لا هو ده في اهداف كتيره جدا من ايام جيل وليد وجيل سمير وجيل كتير ماركو في المحل على بطوله الدوري برضو كابتن مصطفى عبده في الثواني الاخيره كتير جدا الجون بتاع كمونه ده في الرجاء ده في الثواني الاخيره مظبوط بص هي الفكره ان انت بتكسب لعيبه لسه جايه النادي الاهلي. بص عمرو بركات لما جاب الجون وقلع التيشيرت بص لا 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 روح بص الروح مش احنا قايلين الكلام ده امبارح يا وليد مش قلنا البطوله دي احنا فرحين ان جت في وقت مناسب عشان في لعيبه كتير وفي اضافات لسمير بس عمرو بركات انذار وصالح جمعه اللي عامل سبرنت يعني طب بص صالح جمعه لو تعرفوا تجيبوا السبرنت اللي هو الانفراد اللي طلع فوق العرضه صالح جمعه بعد ما حط ضربه الجزاء ها بيقول للناس الوقت لسه في وقت وهنكسب يعني هي الفكره روح المكسب دي ما بتجيش بسهوله لا لا يعني النهارده وليد ازارو عرف قيمه النادي الاهلي ايه الزحلة. ما ينفعش حتى لو في بطوله وديه ما ينفعش تطلع طبعا خسران. حاجه جميله حتى وليد برده كان راجع في نفس اللقطه دي حاولوا تجيبوا لنا خلي بالك برده احنا قلنا الجانب الفني والجانب العدلي مهم جدا طبعا برضه نزول عمرو بركات لانه سجل هدف وما بداش بيه النهارده الطبيعي جدا ان السمير يكون تغيير النهارده الطبيعي جدا واخد بالك وسجل هدف اللي هو ابدع متعب ده مفيش خلاف عليه متعب في توقيت بص يعني في ثانيه متعب بيقدر يعمل لك اي حاجه شوف يا وليد يعني هو ده اللي فاكر احنا كنا بنتكلم امبارح يا كابتن قلنا النجم ده مش لازم تعامله صحيح. بدنيا زي الفرقه كلها لا مش لا. لازم ياخد كل الاحمال البدنيه ده هو خلاص صحيح. الراجل وصل صحيح. لمخزون انا صحيح. عايزه 10 دقايق عايزه يعمل الكره دي بس صحيح. يكسبني بطوله صحيح كلام وشكرا واحنا بنحب متعب ونموت فيه وفرحانين قوي ان هو بصراحه تسبب في الهدف لعيبه الاهلي النهارده بصراحه كلهم يعني صح. يعني يعني عايز اقول لكم افرحوا ان انتوا اهلاويه والله بجد يعني مش عايز اقول لكم فرحتنا احنا واحنا فوق وحاجه بنجري ورا بعض في الطرقه فوق وفرحانين فرحه مش طبيعيه بالهدف فعلا كانه فعلا دخل احمد ايوب اكد على كلامنا بطوله كانك خدت بطوله ودي مش حاجه حقيقيه لكن الحقيقي ان الاهلي لما بتحط تحت تحدي او بتحط ان هو لا لازم يكسب دايما بيكون قد التحدي ده ودايما بيكسب الرهان يعني عايز اتكلم دايما ودايما ميدو ممكن ما كانش الجون ده يدخل وكنا نتعادل وكنا نطلع من البطوله بس كلنا حاولنا كله خد شرف المحاوله بص كله كافح بص يا دي اللقطه دي بص عمرو يا عيني لسه نازل انا صعب عليا عمرو صالح جمعه فين الكوره دي اللي اتكلمت عليها ميدو باس كان هيخش في جون اتردت عمرو بركات اللي جاب في الدقيقه كام في الدقيقه 88 اتردد جون لينا 88 يعني حاجه من صالح انا كمان بص عمرو هنا لسه نازل فيا عيني اول كوره وبص لسه مش قادر بس بص السبرنت بتاع صالح جمعه بالظبط حاجه يعني روح يا جماعه انا عاوز اقول حلو ونجيب اتفضل يا كابتن ربيع القصه قصه كيان صح حلو بس حلو كل الاجيال دي عارف بتموت نفسها عشان الكيان صح
الترابط الغير عادي ده عشان الكيان، الحب الغير عادي ده عشان الكيان. انا عايزك تقول لي كلمه للشناوي واكرم توفيق اللي هم دلوقتي عندهم حاله من الاحباط، يعني انا عارفهم، انا عارفهم الشناوي عارف كويس قوي هم انطباعاتهم ايه، زعلانين قوي. الشناوي حاسس ان هو جون سهل، اكرم حاسس ان هو تسبب في الشناوي حاجة. مكسب من مكاسب البطوله، حلو بصراحه، نجم حلو سيب لك بالله نجم يا وليد، صح احنا في اجماع الناس دي ما شاء الله بتتكلم بما يرضي الله وبتتكلم بفنيات وبتتكلم بخبرات غير عاديه. اخطاء ورده كابتن اكرم، احسن حراس اكرم، فمكسب اول حاجه مكسب من مكاسب البطوله، اكرم مكسب من مكاسب البطوله. حلو خد بالك، هو الشناوي يحسب له كمان نقطه مهمه جدا، ان هو بيرجع بعد الخطا هو عنده ثبات انفعالي غير عادي. يعني خد بالك هو اتعرض لاختبارات كتير قوي بعد الهدف، فبالتالي يعني بعد الجول دي كرة دي واحده، دي جول، دي جون، دي هو نمره 9 في كذا هجمه، دي صعبه جدا اتعامل معاه بشكل كويس قوي، وطلع خد كرات عرضيه في الدقيقه 90. لا مكسب يا وليد والله، والله يا سمير مكسب بصراحه، عامل بطوله 10 على 10. يعني دي حقيقه الشناوي واكرم توفيق زي ما قلنا مش دي نهايه الكوره، لا انتوا لسه هتغلطوا كتير جدا. الشناوي يعني بنحسدك ما شاء الله على الثبات الانفعالي بتاعك، هدف ممكن كنت تصده برجلك حتى، لكن وارد جدا تدخل فيك في الكوره، وارد فيها كل حاجه، لكن انقص نادي الاهلي من جون تاني وجون تالت يعني حاجه جميله جدا. ايضا نفس الكلام اكرم توفيق، كلكم كنتوا رجاله، كلكم كنتوا على قد المسؤوليه، حاجه فعلا تفرح وتشرف. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم على طول، لسه عندنا كلام كتير جدا، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد يا كابتن وليد. قال لك انه بيجري فين؟ بيجري ناحيه القبله بيقول. انا عايز اقول لكم في الفاصل الكابتن وليد كلم كابتن سيد عبد الحميد قال له انت كنت تجري فين؟ قال لك فين بقى عشان الناس بقى. قال لي والله ما عارف، قال لي مش حاسس من الفرحه، من الفرحه مش حاسس، والناس كلها بتجري كده وهو بيجري بيقطع الملعب. قال لك ناحيه القبله يا كابتن ربيع. الفرحه طبعا بتخلي الواحد يجري في اي حته. حاولوا تجيبوا لنا كابتن سيد عبد الحفيظ يا جماعه. الحمد لله والشكر لله. مين؟ استاذ بركات. استاذ محمد بركات. استاذ محمد بركات اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. استاذ محمد بركات والد النجم الجميل عمرو بركات. الله يكرمك. قول لي احساسك دلوقتي. والله انا احساسي يعني انا اولا يعني برحب اصلا او يعني سعيد جدا باللقاء بتاع كابتن ميدو مع كابتن ربيع وكابتن وليد بركمونه. ربنا يخليك الاول. وبعدين لو احساسي احساس ما اقدرش اوصفه، لو جيت اتكلم دلوقتي مش هعرف اوصف الاحساس يا كابتن ميدو. يعني احساسك كاهلاوي واحساسك كابو عمرو. احساسي كاهلاوي مبدئيا طبعا اني انا احس اني يعني البطوله بدات ترجع تاني، اني خلاص لينا امل ان احنا ناخد البطوله، مش ان احنا نلعب على التواني. ولا زي ما كنت بسمع ده احساس ثاني خالص، البطوله الاهلي معناه بطوله، مش معناه ان انا بلعب واخد ماتشات واخد بونت. لازم افوز في كل الماتشات لكن لازم ابقى عامل تارجت قدامي وعايز ان انا هدف قدامي، هدف هو البطوله الاساس يعني. وده حاجه عاديه جدا جدا متعودين عليها، وطبعا برضه عمرو متعود عليها، لو تربيته في النادي الاهلي من البدايه خالص ما فيش حاجه اسمها تفوز بمباراه واحده، لا فوز لازم فوز، ولازم كمان بعد الفوز الهدف الاسمى هي البطوله، نحقق البطوله يعني. اما كاحساسي كوالي طبعا ما لك الا تتخيل، انا قاعد قدام التلفزيون وبعدين مستني عمرو ينزل، خاصه ان هو بعد الماتش اللي فات كان طبعا لعب وجاب جون كده، فانا برضه مستني ومتفائل يعني، متفائل بان هو هينزل هيجيب جون. انا متفائل احساسي ان هو هيجيب جون، لان ده عمرو بفضل ربنا، انا مش عشان والده ولا حاجه خالص بالمره، لكن احساسي ككوره. والكابتن ربيع انا احساسي ليه ايام ما كان في الملعب ما كان بياخد الناحيه اليمين بتاعته ما حدش بيقف قدامه، كابتن وليد والكابتن كابونه هو كل واحد يدوره. لكن انا احساسي كلاعب كوره برضه على قدي، ان عمرو بيفكرني دايما بالمين، بالكابتن طاهر ابو زيد اداء، وبعد عارف انه هيعمل حاجه، فده حاجه من فضل ربنا الحمد لله رب العالمين. يا كابتن يعني اول ما جاب عمرو الجول ايه؟ اول ما جاب عمرو الجول عملت ايه؟ انا نصلي العشاء في المسجد على فكره، هو اللي ساعدتك على حاجه في الماتش اللي فات.
كنت طبعا مصلي المغرب وقاعد من المغرب لحد العشاء في المسجد. وبعدين من الادعيه اللي انا دعيتها لعمرو الماتش اللي فات ان ربنا سخر له الملك يكون جنب منه في الارض. الله. وقريت دايما وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يعني ويعني في حاجات عقائد ثابته. يعني انا عارف ان النصر هيجي له لا مش من حد تاني خالص، على هو هيجي له نصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا النهارده برضه دعيت دعوه معينه برضه ليه كده، فاللهم المستعان مش اكتر من كده. والله كابتن الف مبروك والتوفيق، ربنا يكرمك يا استاذ محمد. وعمر شخصيه محترمه وشخصيه جميله وصبور ومؤدب، ويعني قعد فتره طويله بمنتهى الصبر ما سمعناش اي حاجه خالص، عشان كده ربنا كافئه بدعواتكم اكيد، يعني دعوه باباه ودعوه والدته يعني، وهو يستاهل بصراحه. ألف مبروك وربنا طبعا يكرمه إن شاء الله الفترة اللي جاية. شكرا شكرا جدا يا أستاذ محمد، شكرا جدا، يعني حاجة جميلة طبعا. ما حاجة جميلة. بص برضه هو سبب من ربنا سبحانه وتعالى، إن زي ما الكابتن ربيع قال لك الأهلي أسرة واحدة، اللعيبة بأهاليهم بيدعوا لهم بإخواتهم، يعني الأهلي كيان مش هو ال 11 اللي بيلعبوا ولا هو والله الجهاز الفني بس، كل ولاد النادي الاهلي احنا بره واللي بره 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 واللي في اوروبا، وكابتن ايمن شوقي في امريكا، كل من ينتمي للنادي الاهلي هو بيدعي للنادي الاهلي لانه فعلا بيحبه بجد، لانه لما كان موجود حس قد ايه النادي الاهلي نادي عنده مبادئ وعنده قيم وعنده اخلاق. مهم جدا جدا ان القطاعات في مصر يبقى عندها اخلاق. مهم جدا ده قطاع النادي الاهلي او كيان النادي الاهلي، نادي عنده اخلاق. فبالتالي انت دخلت جواه، لعبت شويه، ما لعبتش، لعبت ماتش، مشيت، جيت، هتحس بالاحساس اللي حسه كل الناس ده. يعني عمرو بركات بص تاني ماتش او تالت ماتش ما لعبش خالص الست شهور، ومع ذلك من كتر بص يعني الحماس بيحط كره صاروخ، وبعد كده بيقلع الفانيلا وبيجري وراه اسلام محارب وراه وليد ازارو اللي لسه واصل واكرم توفيق، والفرقه كلها بتجري في كل حته يعني. وكابتن سيد عبد الحفيظ بيجري برضه في حته لوحده يعني. انت شطان قاعد شو تبص مفكرك كابتن سيد. طب قول لي الاحساس يا كابتن سمير ان احنا خدنا البطوله ده، احساس صحي يعني ولا احساس نتيجه الضغط اللي كان على اللعيبه من الاول ماتش الفيصلي، لان خسرنا ماتش وخلاص الامور اتصعبت ولازم نكسب فكسبنا، فالتحدي بتاعنا الحمد لله ترجم لنصر، فشايف الموضوع ده ازاي؟ بس انا بشكر طبعا والد عمرو بركات سريعا كده، يعني اتكلم في نقطتين مهمين جدا. اتكلم بروح الاب وفرحان بابنه طبعا، وروح المشجع، وروح طبعا المشجع او كاهلاوي اتكلم كويس جدا الحقيقه، بنشكره. وطبعا اتكلمنا في الكلام ده كله وبنقول النادي الاهلي طبعا نادي كيان كبير، ودي يعني فرحه متعودين عليها من سنين طويله، ودي منظومه النادي الاهلي مفرحانه على طول ماشيه بخطوط ثابته، وبتقدر ان هي طبعا تنظم الحاجات دي بطريقه جميله جدا. وبقول لجماهير النادي الاهلي مبروك، احنا بين يوم وليله بنقول النادي الاهلي بره البطوله، النهارده بيلعب على البطوله بالظبط. فطبعا خطوه جديده بنقول النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي استمر، النادي الاهلي طول عمره بيلعب على البطوله لحد اخر دقيقه. النهارده واحنا بنتفرج على المباراه عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى، ثم اللعيبه والجهاز الفني هم هيسجلوا في اخر ثانيه مش في اخر دقيقه. ومتعودين على النادي الاهلي وشفنا وادينا امثال بالبطولات، كان كابتن ربيع قبل كده وكابتن وليد، والحمد لله كان ليا الفضل ان انا كنت موجود برده، فده النادي الاهلي متعودين على كده. فالخطوه اللي جايه اهم، احنا استثمرنا طبعا البطوله في بعض اللعيبه الجديده زي عمرو بركات وزي وليد ازارو وزي حمودي وزي اسلام محارب، استفدنا منهم الحمد لله استفاده كويسه جدا. ان شاء الله نامل الفتره اللي جايه، عشان احتمال كبير قوي الكابتن حسام ما يعتمدش على اللعيبه الاساسيين، لان ما فيش فتره او مساحه من الوقت ان هم يجهزوا يلعبوا النهائيات يا كابتن ربيع. فلو لعبوا مش هيبقوا فت قوي، ده طبعا ليه وجهه نظر، انا بتكلم وجهه نظر انا، انما يقدر يعتمد على اللعيبه اللي احنا بنينا عليها طريقه اللعب والشغل والتكتيك والكلام ده كله، ان هم يبقى ليهم الفرصه وليهم الاحقيه طبعا وليهم طبعا الاولويه ان هم يلعبوا في الماتشات اللي جايه، الماتشات اللي جايه هتبقى اصعب. تملي عارفين الدور اللي بعد كده في اي بطوله، سواء بطوله افريقيه او كاس مصر او البطوله العربيه، بيبقى اصعب، بتقابل فرقه الاقوى، تقابل فرقه بطل عندها قوه تحمل ثبات انفعالي زي ما اتكلمنا قبل كده، ما عندهم خبرات ولاعيبه دوليه.
فانت لازم تبقى قوي جدا عشان تقابل الناس دي بقوه. تمام. فانا شايف ان الفتره اللي جايه لو النادي الاهلي لعب بالسيستم دوت والروح دي اللي احنا شفناها النهارده عمالين نتكلم عليها، ولو قعدنا نتكلم 3 ايام مش هنشبع من الكلام الجميل ده والروح والاداء الراقي اللي النادي الاهلي النهارده اداه. هم النادي الاهلي النهارده يستاهل ان هو يكسب في كل حاجه، من النواحي البدنيه احنا الافضل، من النواحي الفنيه احنا الاحسن، التهديف، الروح، الترابط، اللعب الجماعي، كل ده كان في صالح النادي الاهلي النهارده. فالفتره اللي جايه يعني مطلوب من كل لعيب التركيز اكتر عشان الماتشات اللي جايه هتبقى اصعب. تمام. يعني زي ما قال الكابتن سمير، الكابتن وليد صلاح الدين، كابتن ربيع ياسين قالوا ان الاهلي هو الاقدر وهو الاجهز في هذه البطوله. كانوا 11 راجل في الملعب، يلا بيبا. ومن جديد يعني طلعنا بره الفنيات شويه، لكن هي كانت الفرحه فعلا تستاهل ان احنا نطلع بره الفنيات. نرجع نتكلم كده شويه في الفنيات. يعني كابتن ربيع، كابتن حسام بدري حول الطريقه كذا مره من 4-2-3-1، بعد كده طلع الديفندر ونزل صالح او ديفندر واحد، عمل حاجات كتير في شكل الفريق. على فكره التغيير صالح ده في المكان ده اتكلمنا فترات السابقه كتير جدا عليه. بالظبط. قلنا ان ممكن يستفيد بصالح جنب وقبل كده كتير صح جدا. صح. وقلنا مظبوط هو بيلعب. مظبوط. انت اللي قلتها فعلا. هو النهارده عمل، لان هو الفريق الجزائري ما قدمش الجانب الهجومي اللي يخوفه، واخد بالك، وخليه يلعب باتنين ديفندر اتنين ديفندر، فكان لازم يلعب بحسام وبعدين جاب صالح. وصالح النهارده كان بيمين للتأخير كتير جدا. كان صالح تمريرات حاسمه بس من وسط الملعب. برضو خلي بالك ده فرق معانا في الشوط الاول، الدنيا كانت مفتوحه شويه، الترابط واخد بالك والتقارب كان بعيد. كان لازم يبقى موجود من الشوط الاول، من اول الشوط الاول. ده بالنسبه لاجاي وبالنسبه لحمودي وبالنسبه لصالح. فهو عمل ايه؟ واخد بالك، رجع صالح ونزل متعب وعمل، واخد بالك، كثافه عدديه في الثلث الاخير. انت وصلت كتير جدا. محتاج انها تكسر الجانب الدفاعي والتكتلات الدفاعية بالاحتفاظ بالكوره، بالتمريرات، بالصبر، واخد بالك، بالتحرك، بالتمركز. والتمركز ده هو اللي كان سبب النهارده بسبب مكسبك. متعب الاول، الكوره اللي راحت متعب لصالح لعمرو بركات. فالثلث الاخير بصراحه كان الشكل العام بتاع حسام النهارده في اداره المباراه 10-10. تمام. دي حقيقه. بالنسبه للشكل الجانب الهجومي، جانب الدفاع، الرصه بتاعتنا 4-2-3-1 هي كانت ممتده لحد في الاخر. لحد التغيير الثالث طبعا ده هسيبه عشان لو ادي فرصه للاخوه، انما المكاسب كتيره جدا. تمام. في فروع، في فنيات، في جانب هجومي، في جانب دفاعي، في اخطاء قليله، انما الشكل الحمد لله النهارده امتياز بصراحه. تمام تمام. يعني يا كابتن سمير برضو في نفس الاتجاه، كابتن حسام النهارده كانت كل تغييراته تعزيزات هجوميه وكسر عدديه في الهجوم، وقلبه مات من حته الدفاع دي خالص. ايه اللي اداله القوه دي؟ لا، الكابتن حسام طبعا بيدير المباراه الشوط الثاني بذكاء. لو شفنا كل المباريات اللي النادي الاهلي كسب فيها الشوط الثاني من تغييرات الكابتن حسام البدري دي. تمام. تغييرات فنيه بيبقى موفق فيها. طبعا الطريقه اتغيرت زي ما احنا اتكلمنا، ودي نقطه مهمه جدا. وانا خسران او متعادل بميل للهجوم اكتر، والنادي الاهلي بيبقى عنده شراسه هجوميه خصوصا الشوط الثاني، بيكسب بطولاته في الدقيقه 90 95 96 عن طريق عماد متعب وغيره وغيره وغيره. فالكابتن حسام ابتدى يغير الطريقه لما دخل في الجون. اول ما صالح جمعه احرز الهدف التعادل ابتدى يلعب، يغير الطريقه من 4-2-3-1 ل 4-1-4-1، طلع اكرم
وزي ما احنا شفنا واتكلمنا انه طلع اكرم توفيق وساب حسام غالي لوحده على الدايره وابتدى يدي الحريه الكامله لصالح جمعه واجاييه ووليد ازارو وعماد متعب. كل دول بيأدوا الدور الهجومي على اعلى مستوى. انما عايز اشيد بالدفاع النهارده. احنا اتكلمنا قبل كده على السلبيات ماتش الفيصلي، انما النهارده بنقول ان رامي ونجيب وحسين كانوا رجاله جدا وعلى قد المسؤوليه. تمام. طيب ناخد امير هشام عشان نشوف ابرز التصريحات التي صرح بها المديرين الفنيين في المؤتمر الصحفي. امير هشام اهلا بيك. اهلا بك يا كابتن ميدو، مبروك ليك ومبروك للكابتن سمير وكابتن رضيع وكابتن وليد. مبروك مبروك ليك، مبروك عليك ومبروك على كل الاهلاويه. قول لي قول لي ايه الاخبار؟ طبعا كان في مؤتمر صحفي بعد المباراه، كان الكابتن بدر مبسوط جدا من اداء الفريق النهارده والروح الفنيه العاليه اللي كانت واضحه للاعبين خلال المباراه، تركيز اللاعبين لحد اخر دقيقه في الفوز، ده اللي متعودين خلاله من النادي الاهلي طبعا في الاوقات السابقه، لكن كابتن حسام اشاد جدا باللاعبين النهارده وادائهم وقال ان هو مبسوط بالنسبه للاعبين جدا على اداء النهارده والفوز. قال طبعا المباراه كانت صعبه خصوصا طموح عند الفريقين كان واحد، فريق ناصر حسين داي برضه كان عنده امال كبيره ان هو يفوز ويصعد للدور المقبل، لكن ده الحمد لله ما اتحققش. جلس النادي الاهلي بدات الفني استاذ الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب اللي اكيد عملوا مباراه جيده جدا وقدر النادي الاهلي يفوز النهارده. ايضا قال ان طبعا مبسوط جدا بالهدف اللي احرزه عمرو بركات وان هو مبسوط بالتاريخ ان هي نجحت ونفذت الفكر القاتل بكابتن حسام البدري التغيير في عمرو بركات، وفعلا عمرو بركات قدر ان هو يحرز هدف مهم جدا، واعتقد ان هي البطوله دي شهاده ميلاد بالنسبه لعمرو بركات وعودته للمشاركه مع النادي الاهلي او بدايه المشاركه مع النادي الاهلي خصوصا انه كان بيشارك في الفترات السابقه كلها طبعا. لكن في كل الاحوال في فرحه عارمه سواء الجهاز الفني اللاعبين فرحه بذلك، الفرحه الاكبر هي طبعا ان النادي الاهلي يكمل البطوله، واحنا عارفين النادي الاهلي دايما بينافس على اي بطوله بيدخلها، مش بس بنفرح عشان كسبنا مباراه اهلتنا دور نصف النهائي، الفرحه الاكبر دايما بتبقى جمهور النادي الاهلي من خلال الفوز بالبطوله ورفع كاس البطوله مع نهائي الدوره دي واخر مباراه ان شاء الله يا كابتن. تمام. المدير الفني لفريق نصر حسين داي صرح بحاجه، يعني قال حاجه مثلا؟ هو يعني كلامه كان عن التحكيم شويه، ان يعني ضربه جزاء يعني شايف كان مبسوط تحكيم شويه، لكن في الاخر شكر لعيبته ايضا ان هم قدموا مباراه جيده طبعا بالنسبه لهم، هم اكيد عملوا مباراه كبيره جدا امام فريق القرن فريق النادي الاهلي، خصوصا ان هم كانوا عاملين حساب كبير طبعا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي، وكانت تصريحات المدير الفني قبل المباراه اصلا ان هو دي مواجهه بالنسبه له مواجهه ثلاثيه. خليني اقول لك ان فريق مصر حسين طيب مش الفرق الكبيره قوي دلوقتي في الجزائر، يعني تقريبا في وسط الجدول، بالتالي المواجهه بالنسبه لهم كانت مواجهه مهمه جدا وبيستعدوا من خلالها لبطوله الدوري الجزائري المقبله اكيد مختلف المباريات اللي هيشاركوا فيها خلال الفتره الجايه. هو تعليقه بس كان على التحكيم وضربه الجزاء اللي او حسبت للنادي الاهلي في صلاح جمعه هو لو كانت ضربه الجزاء ديت يعني مزعلاه قوي في ضربتين جزاء جزائتين تاني، يعني في كان في ضربتين جزاء تاني يعني وليد ازارو ليه ضربه يعني وليد ازارو ليه ضربه جزاء يعني ليه ضربتين جزاء يعني واحده في شد وواحده برده شد من بره ال 18 ودخل بالراجل جوه ال 18. عندك فكره امير عن البرنامج بكره ان شاء الله؟ بكره بنسبه كبيره هيكون اجازه للفريق، من بعد بكره ان شاء الله يبتدوا يستعد ان شاء الله للمواجهه المقبله في دور نصف النهائي، طبعا هتبقى مواجهه مهمه جدا وهيبقى استعداد النادي الاهلي بكل قوه، رغم ان احنا عارفين يا كابتن ميدو برضه ان البطوله جايه كتير منافس النادي الاهلي، لكن كل الاحوال النادي الاهلي طالما شارك في البطوله لازم هيحاول يفوز فيها تحت اي ظرف من الظروف، فان شاء الله بدايه من بعد بكره هتبتدي النادي الاهلي يستعمل استعداداته للمباراه المقبله ودور قبل النهائي من بطوله البطوله العربيه. لكن بشكل عام خليني اقول لك يا كابتن ميدو تواجد الجمهور النهارده كان ليه مقال السحر اكيد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، الفرحه كانت عارمه جدا في المدرجات واحنا قاعدين بنتفرج في مقصوره الصحفيين، فرحه كبيره جدا بقى لنا كتير ما بنشوفهاش من خلال تواجد الجمهور في الملعب، واحنا متعودين النادي الاهلي دايما بيحسب الجمهور سواء طبعا مع بدايه مباراه او مع اخر دقيقه طبعا زي ما احنا متعودين مع اي لعيب بيقدر يحسب هدف في اخر دقيقه، فاكيد مبروك لكل جمهور النادي الاهلي ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يوصل في الدور البطوله العربيه
ويحقق البطوله دي، ليه لا ما يحققش كاس مصر وايضا دوري ابطال افريقيا عشان يبقى تركيز النادي الاهلي ان شاء الله. والله يا امير احنا كنا فاكرين البطوله مش في ميعادها، لكن احنا اكتشفنا كلنا ان هي في ميعادها وحلوه قوي، توقيتها مناسب قوي كمان، يعني على الاقل شفنا ازارو وشفنا حمودي وشفنا عمرو بركات وشفنا اكرم توفيق وشفنا الشناوي، شفنا كل اللعيبه وطمنا عليهم، وكانت يعني بطوله يعني جهزت اللعيبه وطمنت الجهاز الفني كمان عشان قراراته تبقى قرارات صائبه 100%. دي كانت احد اهداف الجهاز الفني. خليني اقول لك يا كابتن نيسو، تجهيز بعض اللاعبين اللي بيشاركوا الفتره اللي فاتت، خصوصا ان احنا عندنا بطوله افريقيا تجهيز مهمه جدا، فحتى اللاعبين المقاعدين الافريقيين اللي ما كانوش بيشاركوا فترات طويله اكيد دلوقتي استفادوا من خلال المشاركه دي، اكيد هيكونوا ليهم دور بشكل او باخر مع الفريق خلال بطوله افريقيا او حتى بطوله كاس مصر اللي بقى لنا كتير برضه ما نحققهاش، فبرضه اكيد البطوله هنخرج منها باهداف مهمه جدا الجهاز الفني لما حددها، وان شاء الله نقدر نحقق الاهداف دي ويكون اولها طبعا فوز البطوله ان شاء الله. أكيد يا أمير، يعني أشكرك جدا على مجهودك الرائع طول اليوم، شكرا أمير هشام مراسلنا من الملعب. يعني نطلع فاصل الأول، يلا نطلع فاصل ونرجع للكابتن وليد صلاح الدين. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن وليد قول لي، النصر ده مهد قوي أو قرب قوي البطولة؟ طبعا، يعني أكيد من قبل ما البطولة تبتدي والأهلي المرشح الأول للبطولة، كان بيعوق ده أسباب. رقم واحد، النادي الأهلي مجهد. رقم اثنين، النادي الأهلي مريح الفريق الأساسي بتاعه. رقم ثلاثة، كابتن حسام البدري المدير الفني مش متواجد. كل دي كانت أسباب تقلق جمهور النادي الأهلي شوية. دخلنا في البطولة بالفعل خسرنا أول مباراة، بقى في مشكلة أكبر. بعد لما كسبت الوحدة وبدأت كل الفرق تلعب لصالح النادي الأهلي، النهاردة انت بتأكد ان انت جوه البطولة خلاص. هما ماتشين قبل نهائي ونهائي. لو شفنا الاربع فرق كده اللي هيوصلوا، اذا كان الفيصلي او الترجي او الفتح الرباط المغربي او العهد، يعني واحد من الفرقتين، ففي الاخر النادي الأهلي احسن فرقة في البطولة بالظبط. لكن طبعا محتاجة، مفيش حاجة طبعا بالساهل. اديك شايف يعني المباريات تبقى برضو في سلبية أأكد عليها عشان نبقى احنا برضو بنقول السلبيات والإيجابيات. سلبية تضييع الفرص، واحد من أكتر الفرق اللي في العالم بتضيع فرص سهلة. النهاردة عندنا وليد أزارو فرصتين ثلاثة سهلين قوي. جونيور أجاييه راح، صالح جمعة راح، مجموعة كبيرة جدا من طب قول له بسرعة كنت بتجري فين يا كابتن سيد؟ كابتن وليد مبروك يا كابتن سيد. لا يا كابتن سيد ما اسموش يا كابتن وليد، ال 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 لا نقول السيم اسمه ايه؟ وليد صلاح الدين. عبد الحفيظ كابتن سيد، يعني الف مبروك، ببلغ تحيات كابتن ربيع ياسين، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمون. كابتن ربيع الف مبروك يا عرب. الله يخليك. قول لنا كنت بتجري فين؟ الف مبروك كابتن سيد، جريت جاريه طياره انت. الاسبرنت ده كشفك يا نجم، يعني ما كانش فيه اصابه بقى قبل ما تبطل. الاسبرنت ده كشفك فاي اسبرنت اسبرنت يعني. لا طبعا الحمد لله طبعا، يعني طبعا عن اي حاجه، لكن كنا بنصحى تعالى كل فتره زمالك بتيجي تجيب لي موقف يعني اتعلم منه الصغير والكبير اللي موجود واللي مش. سيجاريه سبرنت حلو. حاول نكلم كابتن سيد تاني لانها تبقى مكالمه مهمه جدا. هو بياكد على نفس الكلام اللي احنا بنقوله. هي رساله لكل الناس انك تتعلم قيمه النادي الاهلي. يعني بص، هو كان هيروح في السكه دي، فكره ان انت عندك لعيبه صغيره، عندك لعيبه وافده عليك جديد، عندك لعيبه داخله في الفرقه جديد. النهارده مهم جدا وليد ازارو يعرف روح النادي الاهلي. مهم جدا اسلام محارب وهو داخل تاني مباراه بيهدف في اول مباراه وتاني مباراه، ده يا سلام بقى لو خدنا البطوله كمان ان شاء الله. يعني الناس هتبقى ان شاء الله باذن الله يعني لسه بتحط رجليها في النادي الاهلي ببطوله. في ناس بتلعب تاريخها كله ما بتاخدش بطوله يا كابتن ربيع. ان شاء الله كمان اسلام يا كابتن ربيع. هنا دي انا عايز اقف عند دي يعني. طب ناخد كابتن سيد تاني. كابتن سيد اهلا بيك. كابتن مين؟ اتفضل يا كابتن اتفضل. بقول لك يمكن في مواقف كده بتمر في الزمن، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها من القريب والبعيد والصغير والكبير واللي موجود واللي موجود يعرف يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه روح النادي الاهلي، يعني ايه مهما كانت الغيابات ومهما كانت الاصابات ومهما كانت
المؤثرات والعقبات، يعني ايه بتلعب لحد اخر ثانيه، يعني ايه بتلعب لحد اخر لحظه. ثقتنا في لعيبتنا كجهاز فني موجود، او حتى ثقه اللعيبه في نفسها، ده ممكن يبقى امر طبيعي، لكن ثقه الناس اللي موجوده في المدرجات او على تفرج في الشاشات او اللي ماشيه في الشارع ولا حاجه، ان النادي الاهلي يعني عنده القدره، ثقه في ربنا، عنده القدره ان هو يرجع للماتش في اي وقت، عنده القدره ان هو يتفوق على نفسه مهما كان مجهد ومهما كان تعبان. اعتقد دي اهم المكاسب. يمكن انا قلت النهارده في اثناء حديث يعني النادي الاهلي عباره عن جزء من مصر، وجزء كبير جدا 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 جدا، بيأكد معنا ان الانسان المصري طالما هو عايز حاجه ومهما كانت الصعوبات اللي بتواجهه ولا حاجه، لكن هو عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في حلو قوي يا كابتن التعبير ده، ان هو يحققها. حلو قوي، تعبير جميل قوي فعلا، تعبير في محله فعلا. يعني قول لي يا كابتن سيد، فرحه الماتش ده ليه غير اي فرحه، او فرحه مميزه قوي شفتها ازاي؟ انا اكون يعني برضو صراحة جدا في الموضوع، احداث البطوله مش عايز اقول سخانات يعني مش عايز اقول كده، لكن هي فعلا حصل ده. يمكن احنا داخلين البطوله طبعا عندنا اهداف كبيره، تلاحم الموسم مع الاخر، ما عندناش اي فرصه، راعينا مصلحه منتخب مصر على فكره قبل، حتى يمكن مش عايز اقول قبل مصلحتنا بشكل صغير، لا بشكل كبير. يمكن احنا عندنا لسه دور قبل نهائي كاس مصر، فهيبقى يوم 9 او 10 ان شاء الله، وبعد كده ربنا يقدم التاخير ونوصل للنهائي ان شاء الله. هيبقى عندنا فتره زمنيه، خصوصا ان ماتش الترجي كمان اتاجل بشكل رسمي، عندنا فتره زمنيه تسمح لنا ان احنا ممكن ناخد راحه، لكن اللعيبه اللي هتنضم للمنتخب مصر مش هتاخد راحه خالص. كنا ممكن يعني نخلي اللعيبه كلها تبقى موجوده معانا في البطوله العربيه كده، ومحدش ياخد راحه خالص اطلاقا، وبالتاكيد ده كان هياثر على منتخب مصر، لان هم هيتجمعوا يوم 16 او يوم 17. فشفنا مصلحه مصر هي الاهم، مصلحه المنتخب موجوده، وعملنا راحه لكل اللعيبه، وثقتنا في اللعيبه اللي موجوده اللي شفتوها النهارده، واللي مهما كان حتى اللعيبه اللي ممكن تكون بقالها شهور مش سنين موجوده، لكن الروح موجوده والاصرار موجود. يمكن انا القدرات بتختلف، ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لانسان ما بيبقاش موجوده للثاني، موهبه عند انسان مش موجوده عند الثاني، لكن الروح هي اللي بنحاسب عليها، الاصرار هو اللي بنحاسب عليه، الدين هي اللي بنحاسب عليها. اعتقد ان النهارده حاجه تدرس لو اتعملت حتى في المراحل التعليم الاساسيه، والله اعتقد ان ممكن تبقى خطوه بعيده جدا وخطوه مهمه جدا. دي فعلا دي حقيقه. انا عايز احييك على حاجه بصراحه، واحيي كابتن حسام بدري على حاجه. عايز احييك على ان انت امتصيت يعني الحماس بتاعه النجوم اللي احنا بنشوفها دي دلوقتي وبنشوفها بتتالق، امتصيت حماسهم، امتصيت يعني رغبتهم في اللعب الفتره اللي فاتت دي كلها، وبالرغم من كده اللعيبه دي سكتت، واللعيبه دي اتمرنت كويس قوي، واللعيبه دي اظهرت للجميع ولكل المنتقدين ان احنا لعيبه كويسه كنا على اسم النادي الاهلي. بص يا كابتن، بص يا كابتن حميد، خليني اقول لك بس المعنى الاهم يعني، تمام؟ يعني بيني وبينك مفيش عشم في الشغل، اي عشم في الشغل بيضيع الدنيا خالص. دي حقيقه. يعني العشم بره الشغل اللي هو ده اللي ما عنديش مشكله فيه خالص، دي حقيقه. اصحاب ونبقى اخوات ونبقى قرايب ونبقى زي الفل، تمام التمام يعني، تمام؟ لكن طالما دخلنا شغل في امانه ومصلحه نادي واسم نادي هو الاساس، فعشان كده هتلاقي ممكن اخد من واحد موقف وممكن اخد لواحد موقف مثلا يعني، وبعد نص ساعه بتكلم معاه عادي جدا، الموضوع مش شخص، دي حقيقه. الموضوع في نظام محطوط احنا اتربينا عليه وشفناه وتوارثناه مع الاجيال، واللي جاي بعدي واللي جاي بعد كام واللي جاي هيبقى كده برضه، هي كده يعني، هي دايما حتى على مستوى الدول الكبيره يعني السياسه موجوده بشكل اساسي. يجي حد عنده فكر كويس، يجي حد عنده رؤيه كويسه، هيطور لك الدنيا، تمام؟ لكن في عالم الرياضه مفيش حاجه اسمها واحد ينجح يغير المنظومه ويعمل المنظومه ويعمل كل حاجه، يعمل كل حاجه هو اللي، ما ينفعش ابدا. كل واحد له دوره، كل واحد له اختصاصه، كل واحد له مكانته. ممكن اساعد زميل، ممكن يستشيرني في حاجه، لكن في النهايه انت اللي بتحاسب يعني. اللعيبه عارفه كده كويس، عارفه اللعيبه الكبيره بالذات دايما بقول هم الاستاذ بتاعك اللي انت بتستند عليه، وهم اللي بيوصلوا رسائل كثيره وسط اللعيبه، مفيش مشكله خالص. لكن اللعيب الكبير يعني انت بتديله مكانته وقيمته، وفي نفس الوقت لازم يكون موجود في وسط الفرقه لما بتعوزه بتلاقيه، ولما بتحتاجه يؤدي الواجب اللي عليه. اللعيب الصغير نفس الكلام، عليه ان هو يحترم الكبير بشكل كبير جدا، عشان لما يبقى في نفس المكانه يبقى عارف الاصول ماشيه ازاي. يعني انت النظام في النادي الاهلي اعتقد ان هو
سهل بسيط تمام. الشغلات في الشغل في النادي الاهلي ممكن يبقى فيه ضغوط كتير، ممكن يبقى فيه مسؤوليه كتير، وممكن يبقى فيه حاجات كتير قوي 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 قوي، لكن المنظومه بتاعت الاهلي بتسهل لك حاجات كتير. اكيد اكيد، يعني النظام اللي هو السهل الممتنع يا كابتن سيد، لو 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 جاز التعبير يعني. يعني لا، وهتلاقي وليد صلاح الدين عنده. اه قول لي يا كابتن، برنامج الفريق ان شاء الله الفتره اللي جايه ايه؟ يعني احنا بكره طبعا كان في مجموعه كانت خدت راحه اكيد انتوا عارفينها، ودي ما كانتش موجوده بقى لها فتره، فدي هتتمرن بكره، لكن كل اللي كان موجود في المعسكر النهارده وبكره اجازه ان شاء الله، وهنتجمع يوم الاحد باذن الله تمرين الساعه 6:30، وباذن الله انا هحضر القرعه بتاعت يوم الاثنين اللي هي بتاعت السيمي فاينل، وهنشوف مين اللي هيقع معانا بقى ايا كان الوضع، يعني هنلعب الاربعاء ولا هنلعب الخميس على حسب ما نشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهنشوف كابتن حسن البدري هل رؤيته بقى هيبقى معطل قبلها بيوم في اسكندريه، قبلها بيومين، اي قبلها بثلاثه، دي خاصه كابتن حسن البدري، كل ده هنقوله وهندرسه في اتمنى لحد باذن الله هنعلن عنه. اكيد يا كابتن سيد، يعني انا عايزك برضو تقول لي احنا كانت فرحتنا بالمكسب وفرحتنا ان احنا لقينا اللعيبه اللي هي المفروض ان هو بيتقال عليه بيتقال عليها صف ثاني وانجاز التعبير يعني هي البدله بنفس مستوى الفريق الاول او الفريق الاساسي للنادي الاهلي، كانت فرحتكم نفس الفرحه وتفكيركم نفس التفكير؟ طبعا، يعني خلي بالك بس، يعني احنا لو ما عندناش ثقه فيهم وفي امكانياتهم وقدراتهم وشخصياتهم قبل كل ده، يعني مش اي حد يلعب في نادي كبير. لو عملت احصائيه كده مثلا على اي نادي بياخد بطولات، اي نادي في الدنيا بياخد بطولات بشكل مستمر، هتلاقي في قوام فرقته في 6 7 ما بيتغيروش لفتره زمنيه بعيده. تمام. ممكن يبقى 10 سنين 12 سنه 14 سنه، وتبدا انت حواليك تبدا تجيب ناس على اساس ان هم يبقى عندهم نفس الثقافه او نفس الشخصيه، عشان لما دول يبطلوا ولا يبقوا مش موجودين يبقى انت نفس المعنى بيوصل الهويه بتاعت الفرقه والشخصيه بتاعت الفرقه. فاحنا عندنا ثقه فيهم، والا ما كناش هنبقى متوترين. لو انت ما عندكش ثقه اصلا في المجموعه ديت، خلاص انت بتقول لا ما فيش مشكله يا جماعه، ويعني اعملوا اللي انتوا عايزينه، تكسبوا تتغلبوا ما فيش مشكله. لا طبعا، اولا انت بتحمل اسم وتشيرت اسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي، ولما بيجي فرقه تكسبك او يعني تتعادل معاك، موقف النهارده زي مثلا فرقه حسين ضايع، يعني نصر حسين ضايع طبعا بنتمنى لهم كل احترام وتقدير ومفيش مشكله خالص يعني، لكن ظروفهم زينا بالظبط على فكره، حسابيا ظروفهم زينا بالظبط. بالظبط، نفس الظروف بالظبط بالظبط، لكن انت النادي الاهلي انت البطل. هم عندهم ثلاث نقاط واحنا عندنا ثلاث نقاط، هم عندهم جولين في الوحده واحنا عندنا جولين في الوحده، هم خاطرين من الفيصلي واحد واحنا خاطرين من الفيصلي واحد. بالظبط بالظبط، يعني الطبيعي جدا ان يبقى في نفس الرغبه في ان انت تكسب اكيد عندهم. تمام اكيد، لكن هو ممكن يقول لك لا، يعني حتى لو ما كسبتش او حتى لو كنتش انا يعني تعادلت مع النادي الاهلي. بالظبط، ايه يعني اللي بيتعامل مع النادي الاهلي وبيلعب قدام النادي الاهلي مهما كانت غياباته بقى ولا حاجه، فالتاريخ بيتحسب. اكيد اكيد يا كابتن سيد، يعني انا عندي اسئله كتير جدا، لكن انا هسيبك بقى علشان تريح دماغك شويه، وان شاء الله نبارك لك على البطوله، وان شاء الله تضيف بطوله جديده للنادي الاهلي. ربيع، انا اتمنى ابارك لك يا رب بطوله الشمس الوديه اللي هي بتقام حاليا، بتمنى منك بالتوفيق يا كابتن سمير، ودوت 17 طياره. الف مبروك يا كابتن سيد، طياره. اشكرك على مجهودك الكبير اللي انت بتعمله. الف مبروك يا كابتن ربيع، مبروك في اللي جاي، التوفيق دايما يا كابتن، ونورتنا وشرفتنا. مكالمة حلوة طبعا، وكلام موزون وكلام شخص حلو، شخص محترم بيتعب بيجتهد متعاون جدا. عنده برضه اللي الناس مش شايفاه شغل رائع، لان من النادي الاهلي مش المدير الفني بيدي اياه بس في الملعب، خارج الملعب عنده نجوم مسيطر عليها كويس قوي، بيدي كل واحد حقه، متواصل مع الجميع، اخ كبير للجميع، عامل شغل نص التاني لحسام البدري، دي حقيقه. تمام، فبالتوفيق ان شاء الله تعالى، وبنشكره على مجهوده الكبير اللي بيعمله. تمام كابتن ربيع، يعني نورتني وشرفتني. شاكين يا كابتن، ودايما بتنورنا وتشرفنا، ومبروك، ومش شاكين من رجاله النادي الاهلي وجهازه الفني وجمهوره، ويا رب دايما على طول. انت قلت كلمه حلوه قوي النهارده، الكيان. طبعا الكيان، كياننا كابتن سمير، برضه بتضحك تاني؟ يعني لا لا شرف الشاب بتاعي. نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك. الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي، ومبروك علينا جميعا. المكسب حلو، وان شاء الله المرحله اللي جايه النادي الاهلي يفرحنا اكتر واكتر باذن الله. كابتن وليد نورتني وشرفتني. شكرا يا كابتن ميدو، وبشكرك وبشكر الكابتن ربيع والكابتن سمير. شكرا يا كابتن. شكرا لكل الناس اللي موجوده معانا اللي تعبوا، المراسلين. النهارده يوم حلو، ويوم بيوصل النادي الاهلي لقبل النهائي، بشكرهم كلهم، مخرجين واعداد وانتاج وكل المجموعه.
الحمد لله، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله الاهلي يتوج بالبطوله العربيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي اداه قدود، وزي ما قلت لكم من اول ما خسرنا الاهلي يا جماعه اداه قدود، وقلنا في الاستوديو هنا ان شاء الله الاهلي هو صاحب هذه البطوله. اختم معاكم بمقوله: بينما انت تلهو وتلعب هناك نادي يصنع المعجزات، انه النادي الاهلي. افرحوا انتوا اهلاويه وتصبحوا على الف خير.